السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا وسهلا بكم كاملين في هذه الخربشة المباشرة مع الدكتور سعد اللوليت. وبالمناسبة هذه الخربشة راهي تنبث في قناة على اليوتيوب، وتقعسنا شوي لأن كان في مشكلة في الاتصال مع الدكتور السعد. تلفون وراه طالب منكم لا تلفون على واتساب، باللي تلفون هي نفسها اللي يستخدم، وين يجي عليها هي اتصال ينقطع اتصالنا. الله يحفظكم ان شاء الله ويعافيكم. مرحبا وسهلا بكم معنا الدكتور سعد الوليد في هذه الدردشه في الشؤون العامه الموريتانيه. الله مساء يحفظكم. الخير، مساء الخير مرحبا دكتور طالب، مساء الخير لمتابعينك، مساء الخير للمتابعين والمتابعات داخل الوطن وخارجه. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. رانا راجين ان الله سبحانه وتعالى انه يرحم والدينا ووالديك والدي جميع المسلمين هذه الجمعه، وعلى انه يشفي مرضانا ومرضاكم مرضى جميع المسلمين، وعلى انه يرحم اهلنا في فلسطين وغزه الصابرين المحتسبين، ويرحم الجياع والفقراء والمطحونين والمعذبين والمغبونين والمسجونين في موريتاني وخارج موريتاني في جميع انحاء العالم. كل عام وانتم بخير. اللهم امين ان شاء الله. وبالمناسبة أول خبر الله نبدأ به هو خبر مؤلم. البارح فيه واحدين في مالي قالوا عنهم من الجيش المالي ذبحوا مواطنين موريتانيين، والله ننتهزوا هذه الفرصة ونرحموا عليهم ونعازوا أهاليهم ونوجه لكم أنتم سؤال مباشرة: لماذا نظام للغزواني هذا وهذا من الجنرالات إلين يذبحوا المواطنين في الشرق والله في الشمال؟ إذا ما يحرك فيهم شعره ولا مهم قاع عندهم، لا كيف شيء من القنام والله سن الجديان قبضته مده وذبحته، وهذه ما هي اول مره وقطعا عنها ما ليت عود اخر مره. وهذا لين يخلق في بلد كيف تعرفوا؟ اذا عاد الرئيس كان معدل سياره يقطعها، واذا عاد فم وزير دفاع يتكلم، واذا عاد فم قائد جيوش يظهر، واذا عاد فم وزير داخليه يتكلم، واحنا مواطنين يذبحوا شمالا وجنوبا ولا يتكلم رئيس ولا يتكلم جنرال ولا ينشاف حد. هذا كاتيا سبب وشنو دكتور سعد؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. للاسف احنا لحد اللحظه هذه الحادثه اللي تكلمت عنها انا شفت اشارات لها البارح واليوم، للاسف ما شفت بيان رسمي من السلطات الرسميه المعنيه كوزاره الدفاع او اداره الحوزه الترابيه. وعموما لا ننتهز هذه الفرصة، أنا واهب لكم لا يتعود ولا تأكدتوا من معلوماتكم، ولا هم اللي نعزوا هذه ذوك الضحايا ونرحموا عليهم كيف ما معزين، كيف ما كنا نعزوا دائما أهالي الضحايا الماضية شمالا وجنوبا. للأسف أنا واهب لأن المسؤولية لا تتجزأ، المسؤوليات ما تتجزأ، وأن رئيس الجمهورية يلا المفترض فيه انه حامي حمى الوطن والدين، حامي بيضة الاسلام، حامي الحوزة الترابية. وبطبيعته هو اللي تكوينه قادم من المؤسسة العسكرية السيادية اللي هي مسؤولة عن الثغور. وبالتالي حدث كيف هذا الحدث وكيف ذوك اللي خلقوا سابقوا هذين اللي قتلوهم الطائرات بدون طيار، طائرات المسيرة على حدود الجزائر وعلى حدود المغرب واكثر من مره على حدود مالي، هذا في الحقيقه يتطلب وقفه ويتطلب ملي عن النوع من الحالات. يا الله يراجع ويا الله الدوله تعود متحمله فيه مسؤولياتها كامله، اللي هي مد كرامتها من كرامه شعبها وسيادتها من سيادتها الترابيه. واحنا نعرف عن فهم علاقات متداخلة بين الشعب الموريتاني والشعب الجزائري، الشعب الموريتاني والشعب المغربي، الشعب الموريتاني ومالي. ونعرفهم اللي عن ذيك المنطقة اللي ينقالها مالي، لأنها منطقة غير مستقرة وملتهبة. غير هذا ما يبرر في الحقيقة
على ان ابناء الوطن يتموا ينذبحوا في الخرفان في الجيوك. هذا في الحقيقه شيء ما ينبغي، خصوصا اذا نعرف ان احنا اصلا عندنا علاقات تاريخيه عريقه وتريده تمتد لازيد من 1000 سنه مع مالي، وعلى ان مالي ايضا عنده علاقات اقتصاديه واجتماعيه مع الشعب الموريتاني، وعلى ان ذا اللي ياكلوا وذا اللي يشربوا ينطرحهم على ميناء الصداقه ويخرجوا منهم، وعلى ان هذا كامل الله يقبل بالاعتبار وينقبض مالي بالاعتبار عن ذيك المدن كيف باسكنوا وكيف جي. منطقة كوش كاملة على انها مبينها علاقات تنمية وعلاقات مصاهرة وعلاقات تبادل تجاري، وهذا يتطلب من القيادة المركزية سواء كانت رئاسة الجمهورية هون ويسوى كانت قواتنا المسلحة اللي هي يفترض بين حامية الثغور مسؤولة عن الأمن والدفاع لأنها تعود طارحة ذاك باب. وفي انتظار على أن تمرق السلطات الرسمية الموريتانية بيان حول الموضوع سيكون بعدها في كل حال الحديث. غير للأسف عندنا سوابق مع هذا النوع من 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 الحوادث، ودائما ما نعرف كانها استراتيجية، ما نعرف كانها سياسة، ما نعرف كانها نوع من الودية، نجو دائما متأخرين في الرد. احنا قاع ما عندنا امري. هذه ما هي أول مرة، احنا اللي اخترنا وتوف نحسوا عن هذه ما هي أول مرة، وعن حتى قاع مواطنين إذا فاتوا لنا دخلوا بليدة ما الله يدخلوها من كتره ما يلا يعود النظام ساكت بهذه الطريقة. بيهلي هذا كاتيها حشومة، ولا يلا تعود سلاح أحزاب سياسية ما توخذ بيانات، ولا تعود الصحافة ما توخذ شيء. أنا البارح خلصت المواقع الموريتانية كاملة، هي لي واحدة ما زالت مبلوكية عند مشيت ولي الغزوان الشور سينيقال، واحدين منهم واحدين في البطيخ، واحدين منهم وهم مواطنينهم مذبحين في حدود مالي. تالي كان عادة دماءنا رخيصة لدرجة أن عادة قاع مو مهم، ما هو شيء قاعد يتكلم عنه جنرال ولا يتكلم عنه قاع حد من الحكومة، والشعب قاعد راضي. فيه سؤال ثاني، ما دمنا تكلمنا عن هذه دول الجوار وهو ملي واحد من قضايا الساعة الآن، هذا اللي الانتخابات الرئاسية اللي خلقت في سينيقال وهذا الشباب اللي وصل للسلطة، شن هي حسب قراءتكم انتم انعكاسات هذا لا يعود على علاقات الجوار بين موريتانيا وسينيقال؟ شكرا. الشعب الموريتاني والدولة الموريتانية والشعب السنغالي والدولة السنغالية تربطهم علاقات تاريخية، علاقات قديمة، علاقات سياسية واقتصادية واجتماعية. وإحنا في موريتانيا كيف تعرف الحقنا إلى هون ودون إلى يامس بكلام هذا التاريخ 1946 نحكمه من ندار، عاصمتنا كانت ندار، وندار هذا مولي الناس ما تعرفه خارج مدار الأبيض ومدار الأكحل. عندنا أيضا علاقات اقتصادية بحكم أننا مشتركين الماء، مشتركين النهر، ومشتركين البحر من حيث عندنا أيضا علاقات اجتماعية بحكم أننا مكونة كبيرة سائدة في الدولة السنغالية اللي هي مكونة الولف ومكونة ملي سائدة عندنا احنا هون اللي هي مكونة البولار لهذا البولار. هذا عندهم امتدادات بين الشعبين، وفما ايضا علاقات الدين والتاريخ المشترك اللي رابطا بيننا، وشي طبيعي ان ما يحدث في السنغال يأثر في موريتاني وما يحدث في موريتاني يأثر في السنغال. بما لي احنا نعتبره لأخوت توانا والله أخوت من البو والله أخوت من لم، ذن بعد رابطة أخوية قوية، وبالتالي ذا اللي خلق في سينيقال يامس لنمتاز الفرصة ونهنوا الحكام الجدد للذكاء ونهنوا
ان صح التعبير بكلام جوان سيدنا لومبافاي لحكم السلطه، هيك السيده الاولى الثانيه ما نعرف، كان ياسر الناس يعرف انها موريتانيه الاصل، وهذا مهم مهم اللي في العلاقات ويستخدم. ومهني ذوك الشباب اللي خلق السنغال، فات خلق سابقو في مالي، وخلق في بوركينا فاسو، وخلق في النيجر، يا غير هوك خلق بالأحذية الخشنة، عدلو الشباب المتمرد الرافض لاستمرار الاستحمار، لاستمرار الفساد، لاستمرار الطبقة السياسية اللي خلات فرنسا وذيك اللي جات وراها لتسوسها دوائر الحكم في فرنسا. يا غير خلق في السنغال باللي السنغال فيها ديمقراطية وفيها صحافة وفيها شعب وعر وفيها شباب ناضج وفيها أمة حددت أهدافها وقررت أن تتخلص من إرث بقايا الحكم الفرنسي وطبقته السياسية. ولذلك لا ننتهز الفرصة ونصحح صحافتنا بالمناسبة بين قوسين اللي حسناك تكلمت عنها قبيل. أنا شفت تكتب عناوين غريبة يقول رئيس الجمهورية يلتقي برئيس المعارضة، هو سنطة ما في رئيس المعارضة، عاد رئيس الأغلبية الحاكمة أو على الأقل رئيس الأكثرية بانتظار أن تخلق انتخابات برلمانية وتعود من اللي عنده فيها الأغلبية. وفاي ما تلين قال له رئيس السنغال المعارض، هو عاد الرئيس الحاكم في السنغال، السلطة الحاكمة في السنغال، وبالتالي هذا باطل لا من باب السطحيات. هذا اللي خلق فيهم شيء طبيعي، ويا الله تستنتج منه النخبة الموريتانية وحكام موريتاني وقادة الرأي ودوائر صنع القرار الموريتاني يقبلوا منه درس ويعدلوا مراجعات. ذيك المراجعات ظهر لنا مازلنا لا نرجع فيها فيما بعد، مع أن فم ياسر من الناس يحاول على أنه يعدل استنساخ اللي خلق في السنغال والله اللي خلق في النيجر وفي موريتانيا. لكن ما يجب يستنسخ، غير يجب ينقبل منه العبر، ينقبل منه الدروس، ينقبل منه المواعظ. بيلي إلي يقبل حد تاريخ السنغال، السنغال تليدة في المدنية، بيلي حكموها البرتغاليين 1444، جاوراهم الهولنديين 1660، وجاور ذاك الفرنسيين جاوهم 1700 وشوي، وجاور ذاك البريطانيين، وعقب ذاك جاوهم الفرنسيين مرة أخرى، وعقب ذاك انتقلت الدولة شهر الدولة المدنية الديمقراطية الشعبية وحكموها رؤساء مدنيين، ومن 1960 إلى اليوم حكموها لا خمسة مدنيين. معنا السنغال عنده جيش وفي قبائل وفي طرق صوفية وفيه ثقافات وفيه أعراق وفيه ديانات وعنده مشاكل داخلية وفيه أقاليم وفيه حركات متمردة وعنده جميع المشاكل اللي تعود عند الشعوب ومطروحين له، مشكلة قرته، مشكلة مارو، مشكلة دروين، مشكلة الحوث، مشكلة الحريرة، مشكلة الاستقرار، مشكلة باطل فساد اللي هم الشباب الجدد يتكلموا عنه، ومشكلة العقود اللي تبرم الحكومات الفاسدة واللي تدفع الاجيال ثمنها. كيف هذا اللي خارج عندنا؟ احنا مخرج عندنا استاذيات، وخرج عندنا في ام سي ام، وخرج عندنا سابق ذاك في السنين، وخرج عندنا سابق ذاك في شرايك اخرى، راهي قط جات ونقرر. حينما يقرر تقرر امه ان تكون، ويقرر الشعب ان ينهض، ويمتلك هذا الشعب شباب واعي ويمتلك رؤيه، تغيير صحيح. زين يا ولا ينقص وركات اياها اخبارنا نحن الخاصه، ولهي نطرح سؤال هون اللي له فتره يقولوا عن ولي عبد العزيز
أنه محبوس في ظروف مزرية، وشفت واحدين يتكلموا عنها. من درأي كانكم على الطلاع بيها، ويا كانكم هم اللي زرتوا؟ أنا على الطلاع تام بوضعية العبد العزيز. عبد العزيز زيارة محدها مسموحة ومسموحة للدائرة الأولى. أنا كنت أول حد يطرح طلب بزيارة العبد العزيز لأول مرة ينحكي. طلبات موجودة عند الضبطيات القضائية في نواكشو، غير الزيارات اللي سمح بها القضاء الموريتاني هي زيارات للدائرة الأولى والدائرة الثانية. المعلومات اللي عندي لحد اللحظة أنه مسجون بأمر قضائي كان هو حصيلة المحكمة اللي خلقت في دار وسط المدينة، وكانت إلى حد لدى 4 أيام ولا 5 ولا الأسبوع كانت الزيارات تجي إلينا. خلق ذاك اللي خلقوا في شيء حسهم قالوا عنه مثل مستقبل الزوار نتيجة لبعض المضايقات اللي تعرضت لها أسرته، واللي ندوا بها من هذا المنبر كيفما نددنا السابق ذاك اللي تعرض له كامل. المضايقات شن هي اللي تعرض لها الناس اللي تزوروا؟ بدو تعطون ما الناس اللي تزوروا؟ هو الناس اللي ما مسموح لها زيارته. والله زاد مسموح للدائرة أولى ودائرة ثانية. يعني نقول لك الدائرة الأولى معناها مسموح للأسرة ضيقة، زوجة والأبناء والبنات، وعاد ذاك يجي الخالات، مسائل معروفة هون في القضاء لحد صادر عليه حكم، وإحنا نفسنا في مقضى عناد. غير حسب ما سمعت وشفت عند بعض المدونين المقربين الرجل، لأن تم مضايقة حرمه وكريمة الرئيس وأحفاده، وأعلنوا الضايق من ذلك، وبالتالي أعلنوا قرر أنه مات لمستقبل الزيارات إلين يفوتوا يعطوه حقوقه كاملة بالزيارة واللي قابله، وهذا حق مشروع. وانت رأى كان مازال عندهم مشاكل في الحالة المدنية، لأن سمعنا من له فترة عن زوجة الرئيس السابق محمد العبد العزيز أنا محاكمين عنها أوراق مدنية والله شيء ذا كيفتو. شفتك رواية من الزمن تونكا، أنا ماني مطلع عليها، ماني مطلع عليها، قد شفت بيان وخوف الحالة المدنية تنزي. يا غير مع ذلك هم لي دائما نسمعهم، هم ما قد سمعت حد من الأسرة مباشرة معدل مقابل، لا قد تكلمني حد من الأسرة والله من المحيط المباشر أنه عنده ذي المشكلة مطروحة. يا غير نسمع دائما المدونين ونسمع ذوك المحيطين الرجل يتكلموا عن هذه المضايقة. هذا هو اللي عندي من أخبار. دكتور، من اللي له فترة تقول الناس عنكم كيف شي غايبين عن الساحة، وتسول عن أسباب ذاك الغياب شنو؟ ما نعرف. شفت أنا كنت ماني مصحح، وبهذه المناسبة راني شاكر ليك الناس اللي طلبت لي ملانة وتعاطفت معايا داخل الوطن وخارجه. شاكرهم لأصدقائنا سواء كانوا أعضاء بعثات دبلوماسية سواء كانوا رسميين، على ذاك حسن النية وإبداء مد يد العون والمساعدة داخل الوطن وخارجه. عقب ذاك كنت مارق من الانتخابات بلدية وبرلمانية، كان الحقيقة مريبة، كانت حصيلتها بالنسبة لنا سيئة جدا. شوي عن المشهد اللي نعرفه، نرتبه أوراقنا ونرتبه أولوياتنا. ثانيا مالي شاءت الأقدار على أن نعود ذيك الفترة ما نصحين، كما نقول فترة نقاها. الساحة السياسية ما بالضرورة أن يتم رجاج لا حاضر فيها في المبيطيح، ورجاج لا يتكلم لحاني رشي يقول. ثانيا ياسر من الناس هم اللي
يقعد ما هو فاهم الفرق بين السياسة والحقوق. السياسة عندنا هون موريتاني موسمية، في القياطنة في الخريف وكيف باط المواسم الشتاء عندنا احنا هكاتيها، والحقوق هي اللي دائمة، هي اللي مظالمها مطروحة يوميا، في قضايا اللي كنت تتكلم عنها مضري، في قضايا أخرى مطروحة يوميا، المظالم ما توفر، وبالتالي المنظمات الحقوقية والمنظمات المدنية هي اللي مطلوب منها تعود دائما تحرك في الساحة، ما أهل السياسة يلا يحركوا لا نعود جابري موجب، وإحنا بعد ما قط خليك موجب للسياسة ما كنا حاضرين فيه، هما اللي سابق ديك الانتخابات اللي عدلنا فيها مي سيني وسيني مي، كان سابقها حوار عطى 3 شهور ولا 4 ولا 5، وعاقبها هما الانتخابات كانت مضنية ومتعبة بالنسبة لنا، ما بالضرورة على الرجال يتم دائما لا قاعد في المنابر، ونسمع ذاك النوع من السيدة ومشروع وجيه يا غير فيشي مالي ما وبري، احنا ما عندنا اجراء مالي ما انشقلنا حد ولهم خلصنا، وهذا العمل القائمين به فرض كفايتي والفروض تعرف هذا فرض العين، يعني الحقوق يتم لا يطيروا ينزلوا وقائمين بالامور، وفروض الكفايه من قاع يقوم بها حد تزي عن الثاني. دكتور، فيه 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 شيء من الكلام ينقال له فتره عنكم انتم وجماعتكم اللي كانت معاكم دعمكم لولي عبد العزيز، وخاصه من عند 2022 عليله خالقه جماعه كانت ملتفه وراكم، ولكن تظهروا في بليده ما هم معاكم، وكانوا معلقين لكم التيدانات والطبول، والناس ملاحظه عن فم جفاء والله عنكم في الفتره التاليه ما تليتوا كيف كنتوا. ذا اللي قلق شنو هو من درا كانكم ما زلتوا ماشيين بنفس الاتجاه ماشيين فيه، والله ذيك الروايه نفخت في الريح كيف ذاك بعض دكتور يا قاع الريح لا تنفخ في موريتانيا من كامل ما هو لا ما هو لا نحن لا الرباط اللي هي احسن لك انا موريتانيا ضم زاي ومستعد خرجت سمعت مفكر زميلي اطال الله عمره ناجي محمد جمال يقول على ان منطقة العبور لا يمكن ان تكون منطقة استقرار، المقطع ما يقدر يعود بالسكنة، ما يقدر يعود بالسكنة. انا نشوف دائما بعض مثقفين مثقف لك همزة وصلي بين افريقيا والعالم العربي، وبالتالي معناها ان ما اذا تعود افريقيا ابدا الدهر، ولا اذا تعود عربية ابدا الدهر. بيلي ماشي له مرج البحرين يلتقياني باط الى اخره. الموضوع اللي طرحت فيه السؤال، انا السؤال دائما نسمعه ومستغرب، انا شفت عن قضيه الرئيس محمد عبد العزيز فرج الله كربه ياسر من الناس حملها اكثر ما تتحمل، في شيء قاصدها وفي شيء نكايه وفي شيء لمآرب اخرى. شفت احنا ما هي اول مره نوقف مع حد في موريتانيا، احنا وقفنا 86 عاد ايام دي مانيفست اللي كتبوا لنيغرو افريكان اللي كتبوا الزنوج، وعاد بالمحاوله الانقلابيه وقفنا مع ذوك الناس اللي اعتقلت ونزجت شهر نزج بها شهر ولاته اي ساعه، ما خالد فيسبوك ولا خالد واتساب وياسر من الخرق اللي علق الريف ويقمز ويهنز ما فات خليك، قال لك ساعه علاش فوتوكوبي تواغ بالسيف اللي جبرت فوتوكوبي نتاعو. وقفنا ايضا سنه 89 مع تصفيات اللي حاول البعض يبان الازمه، ازمه ابريل بين الشعب الموريتاني والشعب السنغالي، انه يشحن بعض المواطنين ضد بعض المواطنين. احنا وقفنا ضد ذاك وامنا المقيمين عندنا هون من السنغاليين في المدن اللي كنا فيها، في الساعة طلاب ورحم الله أروق جباط الليلة ليلة الجمعة، دير مولانا ذات في ميزان حسناتهم، فتحوا لنا ديارهم،
يعني درنا فيهم لوكس استنقاريين، ودرنا فيهم تجارتهم، ودرنا فيهم كباشهم ونعاجهم اللي كانت الناس يكسعاها ما تنهب، من باب أن لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أيضا وقفنا ضد التصفيات العرقية اللي خرجت، واللي عاد بعض يتكلم عنها لا هون وذون، هذا اللي قالوا لو باسيف هيومانيتير، الإعدامات خارج القانون 92 اللي خرجت هنا تياها، واللي خرج فيها ياسر من الأخطاء اللي تخرج في الدول، في السورومالي ووتشي وإناء وهون نواكشو وجريدة وغيرها. هذا يشيل الناس اللي يقعد ما يعرفوا ولا فاق ما على قضية عزيز. وقفنا أيضا مع الرئيس محمد، الرئيس معاوية السيد أحمد الطايع وأسرته، بنته وولو لأن بقاو هون كانوا يدوروا يمشوا، وطالبنا على تمكينهم من حقوقهم، وانهم ما ينطبقوا في جريمه راجل كان يقود نيران. احنا ايضا وقفنا المرحوم علي بن محمد فار، مرحوم علي بن محمد فار اللي نستاذ هو نيران محمد عبد العزيز ذيك الفتره، وكان هو هون معانا في منتدى الوحده والديمقراطيه ايام ريبل ريبل، لعبت مذكر. ايضا وقفنا مع سيدي الشيخ عبد الله، مع ان ما كنا من نظامه ولا كنا جزء من نظامه، انا ما قطعت نظام سيدي ولا اني ناطق باسمه، اللي هو عبد العلي انقلاب عبد الاول عبد العزيز والرئيس الحالي وجماعتهم. احنا وقفنا مع، انا هو كنت المتحدث باسم الجبهه الوطنيه للدفاع عن الديمقراطيه، وتقدر ترجع لجوجل حالا للحظه، وانت تبارك الله باحث وتخرص اول متحدث، اول حد يرد على خطاب الرئيس محمد عبد العزيز من قناه الجزيره من اوتيل الخيمه. كنت انا وحدي جاي من طرف المعارض، وكانت كثيره البرلمانيين تتزاحم عند الباب كل يدور هو اللي يتكلم. اذا احنا وقفنا مع سيد الشيخ عبد الله، تمينا واقفين معاه وقسنا معاه دكار وجينا وعدلنا الجبهه، الين قعد سيدي في قصر المؤتمرات وقال انه مستقيل في اطار اتفاق عام. وقفنا ايضا مع الوزير الاول يحيى بن حمد الواقف، الينا وعدل له ملف معارض وعدلوا له ملفات اخرى، دار في قامه جبريه شغل المجريه، وصار ذاك طيان محبوس. احنا وقفنا معه، وقفنا ايضا مع ولد الشافعي ومع ولد ابو عماته ولد الشافعي، ومن هذا المنبر نوجه تحيه لاخته ما نعرف هي اليوم في منين، اللي اتصلت بنا ذيك الساعه، دافعنا عنه لان نحكم ان يجي لامه في الطب وفنات، ونددنا بذاك وقفنا معه وتكلمنا عنه. وقفنا ايضا مع محمد ابو عمات، وعنا ما نعرفه ولا تربطنا به اي صله، الينا صدر ضد مذكره، انا تكلمت عنه في محاكمتي، في ما تكلمت عن السيد اميدتو ناشطة الحقوقية، من قال انها لا ينقعروا عينيها ولا تنبقر، قالوا هم بعض الناس بعض المتقولين، وقفنا معها. وقفنا ايضا مع القاضي والقيلاني، لان صلى ركعتين ذاك النهار لعاد الناس نسات، وقفنا معاه وقلنا عن القضاء يا الله يراح حريته، ويا الله القضاة يعود احرار، يا الله الناس تعود مستقلة. ومن المفارقة نعاقبه شوي، وقفنا مع قاضي اخر لا يعقب يعود، هو وكيل الجمهورية ليطالب بتنفيذ اقصى العقوبات عليها. هذا من سخرية غضب. انا وقفت معاه وتعاطفت معاه احنا وجماعتنا، ولين ذات لين حلت مشكلته ورجع اضرع عاد وكيل جمهورية مساعد. وقف شاف الاقدار اللي انصادف معاه في المحكمة، هو اللي يقول لهم ان هذا المجرم مطالب بتطبيق اقصى العقوبات عليه. اذا هذا باب من باب المواقف السياسيه، نتكلم عن المواقف السياسيه والمواقف الحقوقيه، ما دمنا احنا في حزه الحقوق. وكان شيء طبيعي ايضا على ان دارت الدنيا ظهرها، الدنيا الموريتانيه ما هي الدنيا الاخرى، دنيا الثانيه.
صوت صوت قبلت الصوت دكتور، انتم ميكروفونكم مقفول. يبدو أن فهد عنده مشكلة في الصوت. فقدنا الاتصال به بشكل نهائي. وهو قبيل تقعسنا دقائق، لأنه مكونكت على تلفون ولين يجيها أي اتصال ينقطع اتصالنا. وكان طالب من الناس أنها ما تحاول أنها ما تتلفنون أن توفر المقابلة. يا غيرهم الله الموريتاني كلها راسهم تن راس قيال والسحاب. شنو؟ ماله؟ إذا للأسف، إذا إلينا دارت الدنيا ظهرها للرئيس السابق محمد عبد العزيز، وطلب منه موقف وإن استجارك فأجره حتى يبلغ مأمنة. إحنا أيضا ما ترددنا انسجاما مع قناعاتنا وتصالحا مع ذواتنا، واللي كان بين يدينا مشروع سياسي ومكناه منه، وفرنا له أيضا غطاء سياسي والأخلاقي. ملف الصل القانوني عنده فريق قانوني يدافع عنه، وإحنا من اليوم الأول ما قطعنا مسؤولين عنه، لا قطعنا نتكلم عنه. الجماعة الأخرى اللي تتكلم عنها إحنا ما بيننا معها فقط، إحنا إذا عدنا واقفين مع شخص الرئيس محمد عبد العزيز، العاد بين ليش بين مع الشخص الرئيس محمد عبد العزيز. جماعة أخرى وهي حرة مسؤولة عن رأسها، ما كان بين معها مواثيق ولا عهود، هي المفهوم منها أنها مناصرين ومؤيدين للرجل. إحنا ما مناصرين ولا مؤيدين ولا شعبيتنا ولا ممولين تنظيمنا. دكتور خارجين واحدين ممولين من نفس الجماعة، خارجين واحدين من نفس الجماعة، كيف شي مزوزين تصريحات عدلتوهم لهم في هذه الانتخابات التالية، واحدين منهم في الداخل وفي الخارج، وشفت تعليقات الواحدين منهم ودورت عدو قاعد لا وصلوكم، شنو تعليقكم على ذاك الموضوع؟ ما أنا ما عندي ما نعلق عليهم، شفت أنا إرضاء الناس لغاية لا تدرك. أنا تكلمت لك عن المبدأ، لعله بعد يشك حد الناس ما قط قرات تاريخ ولا قط عرفت مسار نضالنا، لأنه موقف عدلنا له العبد العزيز. كيف قلت لك عدت لك الناس وراني خليت ياسر من المواقف البينية. احنا راجعين لك في مجال الحقوق. احنا الناس اللي رشحنا كاملة خلقوا العبد العزيز. رشحنا 57 لائحة، وهي 57 لائحة ذي من الحزب لا شخصي. هي كاملة خلقوا العبد العزيز. وفيها رواقيش بأمر منه هو مباشر. وبالتالي حصاد معروف، إلى عاد اللي حصلوا شيء أراه ويشاف، وإلى عاد ما حصل شاف، وإلى عاد يمضي في السياسة ما هو أكبر من قده. إحنا السياسة كنا نعدلوها حركيين، كنا نعدلوها مناضلين، وعدلناها حقوقيين، واليوم نعدلوها سياسيين، ما فهم شيء قبال أكبر من قده. الرد على الأفراد وعلى الأشخاص، أنا ما بيني أصلا معهم التزام، عندي مشروع سياسي وعندي رجل كان بين معاه مواثيق وعهود، وعندي عن حد سلم الحد مشروع سياسي في الوقت اللي أدارت له الدنيا ظهرها
لوحده عندي عنه كيف انتخابات هم اللي دجاجتها يلا تعود اللي عندها لها شيء وياك اللي عندها لها راه والله احنا حزبنا ما قد يحصل على 1%. هذيك القضية تعني سيني ماي؟ هي سيني ماي وكونسيرتها ونحل بقوة القانون. والغريب انه اول اللي فرح بحله الناس اللي كانت تقاتل دور ترشحني سخريات القضاء كتبوا على صفحاتهم واحنا بعد ما باقي فينا بين اللي احنا كنا سابق الحزب وراعينا مازلنا لا نعقبوا وندور نعقبوهم اللي بياسر مشي وهذا اللي عاد فيه خساره فيه خساره لا المده كانت متروقه فيه وكانت موفر لها غطاء سياسي وقانوني واخلاقي. ذوك اللي خارج الوطن وداخل الوطن ماني عالم بيهم نعرف عن كل حد جهون وعبر عن قدرة عنده على الترشح ومكن من مذكرة ومشى قال له الرق يا رقا والحصيلة تعرفوها كان من درى كان حل الحزب يا كان وأثر على أنتم ما كنتم برمجين تترشحوا للرئاسيات دكتور 2024 شوف ونختار مولي هون هذا السؤال نعلق به واحد اخر بما ان قضيه التزكيات الناس كامله يزكيها النظام هذه مساله بالمناسبه هذه الروايه وضحها نائب برام داعبيد في الدردشه الماضيه وقال على الناس تركز لا على النظام منين يعود مزكيه هو يطيح اسمع على التراب ويا صاحبه مزكاه بينما الانظمه الموريتانيه يتزكي احمد ولداده والبقيه كامله يزكهم اللهم معناه ان هذه مساله عندهم وموتوا معناه انها ما طلعت روايه يلود لها شكرا. شوف انا لقضية تمييع الترشحات الظاهرة اللي عاد خالقة قالها تمييع الترشحات ولا اللي قام يبقي يترشح يترشح انا واهلي انه يلا نعودوا جادين من رأيي كان لوذوا الترشح والله مرشح والله مشروع سياسي حقيقي وجاد نسعى من وراه الى التغيير والى التناوب السلمي على السلطة وإلى إقامة دولة القانون والمؤسسات إلى الفصل بين السلطات القضائية والتشريعية إلى خدمة الإنسان الموريتاني المواطن الموريتاني إلى رفع من مستوى المعيشة إلى تقريب الخدمات الصحة والتعليم الطاقة والمياه والمواصلات وتوفير الأمن والغذاء واحترام كرامة الإنسان الموريتاني والله لا ترشح من اجل ترشح. احنا السؤال اللي طرحته احنا عاد انا كنت من ضمن اربع مشاريع ترشيح في تاريخ موريتانيا السياسي. كانت مشاريع جاده. احنا قدمنا هون سنه 92 احنا هيك الساعه فلفدي وعقبه فيفدي دعمنا الرئيس احمد داده كمرشح مستقيم. ونحن حصل على 32% والمجموعات الأخرى اللي ما إحنا كانوا هم المستقلين وهم لايند وهم ميندي وهم قدر من الحركات ريج تعرف ذاك اللي خلي شخلي كانت النتيجة على إنه ما نجح تزوير ما تزوير هي ديمقراطية عملية بناء المهم إن كان وجهة نظره هو الفريق اللي معاه على مقاطعة بقية الاستحقاقات إن نقاطعوا البلدية والنيابية. نذكر الساعة سفير عند فرنسا قال له ميشيل ريمبو قال لنا في اجتماع مصغر إننا نقاطعوا ذيك الانتخابات إنها ستكون قلطة العمر وإن موريتانيا لا يعود فيها برلمان قال له برلمان الأوتوبيس وفعلا كان الأمر على مصير. احنا هيك ساعة كنا نقدو نكسبو كيهيدي كان عندنا في كويتا كنا نقدو نكسبو نواذيبو كان في ولسويح كنا نقدو نكسبو روسو كنا نقدو نكسبو زوارات مدينتي كنا نقدو نكسبو نواكشو وكنا نقدو نكسبو مدن أخرى كانوا فيها رجالة عندهم عمق اجتماعي وعمق قبلي وكانوا في فول محمد الراوي في غيرهم رجال كانوا في الحقيقة في ذات الزمن يقدو يحصلون عمد وذبيتا غير حسابات سياسية الخاطئة حتى لا أقول الأنانية السياسية دفعت باتجاه أنا أو الطفل وبالتالي
فقدنا البداية الأولى للديمقراطية. عندنا أيضا مشروع آخر 2003 وخلق فيهم ياسر من قيل والقال، من قدمنا الزعيم رمز مسعود البخير ويعرفوا ياسر من الديمقراطيين ومن الإخوة ذاك اللي خلق. معنى الله قاعد في بعض من الناس اللي درت منه مواقف متناقضة تماما مع الفكر السليم. شفت أنا لين نقول لك رواية في الفكر السياسي، والمشكلة ما هو الديمقراطية، لا بد للديمقراطية من ديمقراطية، ولا بد للحرية من أحرار، ولا بد للإعلام من إعلاميين، ولا بد للتغيير من أمة وشعب وشباب واحد. لكن الأخر قال له نفخ في الهواء. عدلنا أيضا مشروع الزين والزيدان 2006 2007 أنا كنت من المطلع مع العشرة المعروفة. الغريب أن هذا الشاب اللي يمتلك مؤهلات، واللي كنا ذيك الساعة نحاول على نعود في 2007 في موريتاني، واللي مشينا فيه واستثمرنا فيه واستثمر فيه ياسر من الأطراف، واستثمروا قاع فيه نافذين دوائر إقليمية ودولية. بين ذيك الساعة مارقين من حوار 2006 مع الضباط الجدد وقالوا لنا لا يتخلق ديمقراطية، حوار بروكسل، حوار بروكسل نواكشوط، وقالوا لنا لا يتخلق ديمقراطية ولا يخلق انفتاح. احنا كنا من مشروع الزين لا موفانس دا الزين والزيدة. الغريب اننا حصلنا على 14% الرجل وصل للسلطة واعلنها بين قوسين قبلية شخصية وسرية أهلية حتى لا أقول قدرية وجهوية. ضاع الحلم. احنا ما جايين من فراغ، احنا جايين للتجارب عشنا. ايضا كان عندنا مشروع الانعتاقي 2014 ورشحنا الاخ النهي كرام الداعبي، وانا ما كنت مدير الحمله ذيك الوقت. الوقت اللي ياسر من الناس يصورني كنت مدير الحمله، انا كنت مدير، كان مدير الزميلي عملتي جان جوب، غير انا لعبت جميع الادوار وكنا جادين. يا غير وصمنا فن وصمنا بنا عنصريه وبنا مخربي وبنا ولا وفات الحمله وزرقونا في السجون ولا مرقنا منهم ما هو الاضرابات عن الطعام والصمود، وعدنا المحاكمه وانتصرنا في المحاكمه وقالت المحكمه برأتنا من العنصريه والجهويه والفئويه والطائفيه وحقنا في استخدام المنابر الاولي اللي ارينا منه حزب الرباط. اذا يا مده جربت لا نضيف لك ايضا في اطار المعارضه العامه ما قط خلقت مرحله من التاريخ السياسي الموريتاني ما حاولوا اطراف المعارضه انهم يمرقوا مرشح موحد، وفي كل مره يجي الفشل من حيث لا تحتسب، يجي الفشل من اعتى واقوى واكثر الاحزاب المعارضه ديمقراطيه او يساريه او كذا. وبالتالي انا واضح لي ان كلمه انا مترشح، انا نعرض علي ترشح 2019 جاب لي ملف جاهز من ذوك الملفات اللي يجابوا للمرشحين. دخل السؤال ما قد طرحته على الاخوه والاخوات اللي يعلنوا عن الترشح، كم حد قد صورته وش فات اجبار من العمد وش فات اجبار من 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 الكونسي. انا قاع هما هذو ما استضفت منهم حد. انا لا قال لي استضافوا طالبات، انا استضافت. ما في حزب موريتاني اليوم بما في تواصل في احزاب معارضه يمكنه ان يقدم مرشحا لذاته، ولا يمكن ان يوفق التوقيعات اللازمه لمرشح. دي التوقيعات بسيطه هي 95
مستشار بلدي وهي تجبر، قلت كل حزب يجبرها، حتى كاع حنا هذو اللي مرقنا الخارطه الحزبيه عندنا يا غير خارجين خمس مرات يكون هما اللي فيهم إلنا، هما اللي فيهم القزيزه. ولوك عاده لا بد يندار معاهم قدر من كون سيئات ويجابوا في باك كاطن يعطاو لاي مرشح، وهذا هو اللي قال الرئيس ديالنا. ومهم انه قالوا لي انا يعني هذا قلته سنه 2016 وعدلت علي حمله شعواء انني لا جيت ما ينقال ولا حق، انهم هما ما يحق احنا قسنا لي بير ضربنا عنده. انا 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 بالنسبه لي الانسان يلا عاد متصالح مع نفسه. ما ياكل قلت سمين بي وسمين عليا، ما قلت احنا ما قلت نعود قابضين كونسيات لي بير وقابضين عمد لي بير وفي نفس الوقت نخطو على لي بير ونخطو على رئيس ونخطو على ابوه ونخطو على مو، هذا ما يجب يعود منطق. لكن يلاه نجيدوا اللعبه. هذه الترشحات في دوله كيف موريتانيا مازال فيها الحزب القائد، حتى لا اقول لك الحزب الواحد، ان بارتي شيف دو فيل دو لا ماجوريتي، الحزب اللي هو يقود الاغلبيه. هذا النوع من الاحزاب لا هو ولا احزاب الاغلبيه لا تعطي تزكيات ولا لا تعطي عمد ما هو بامر وبموافقه من النظام اللي هم داعمينه اللي هم اغلبيته. وبالتالي انا اختارك تسول اللي طرحت لي سؤال كان اللي نترشح نترشح من لا يرشحني انا يرشحوني الا عاد لا يرشحوني الخلطه اللي شقلوا مايسيني في ساره كونتير. انا ماني مقتنع بالنتيجه اللي جبرت غير معترف بالقلب، معترف بالقلب تاني تشارك في لعبه تقبل شروط اللعبه وتنزل، هذا تمتلك من الشجاعه تمتلك من القدره انك تقول انا انقلبت. كيف قال حد من زملائي الرئيس محمد مولود قال عنا ديك الساعه نقصنا دكار مغاضره دكار ونقرينا، قالنا نحن نقرينا ديك الساعه وسوفرنا في دكار، جينا جايين لنعدلوا التغيير في 40 يوما حكومه 40 يوم ديك تعرف وتقاسموهم. مشكلتنا في المعارضه وفي الموالاه على ان الناس اللي انا يمكن لها رجراته يقول على بركه الله في حد جا الوتن وتات الباساجي والحاجه فات من ثلاث من قدام ثلاث من لورا قال له حد عد لك اله يحكم وتريدل يدير كراع ويقول على بركه الله وجدنا اخطر وتقوم الوتا تنفخ على الفرقوقه ويستحمل. انا 2016 عرض علينا ترشح يا غير كان لا يعود الا ترشح في ترشح اللي قط وعدل سعد ياسر من الخلطه يا غير ملي ما نقدر يجي 2024 والحاله ذا هي ونقول انا لا نترشح نقدر انا ندير بوينت ترس الصبح ونقول لي ترشح يا غير ترشح ليش وبداش وش جايز ترشح ملا لا بده يعود عنده مشروع لا بده يعود عنده رؤيه لا بده يعود عنده حاضنه سياسيه حاضنة انتخابية خارطة وطنية منتشرة قوة ماكينة مالية لا تدعم الترشح وتوصل إلى ملاك لا يعود ذاك لا الترشح من أجل الترشح ولا الترشح من أجل السيفي. هذا دام عدلين هم يعدلوا على طريقة كوجيتو ديكارت. أنا أفكر إذا أنا موجود حتى إذا أنا ترشح أنا موجود من درا كان الدكتور سعد الوليد مؤمنا الذي ينقاد المعارضه يا كانوا مازال خالق يسوصل الاول منه والله الدق الثاني والله اذا ما تحكم ليد تو لا لا شوف انا من الساعه اللي خلقت نعرف لا المعارضه مع ان خلقي وعلاقاتي واصحابي وويدي دائما لا لانظيم زملائي رفاقي أصحابي مدرستي السياسية الأم مدرسة حركة الحر اللي انشأت فيها دائما ذي الناس تعود دائما قريبة من النظام لسبب وجيه قال هي دور كتاب خلاقي في دولة بائسة متخلفة وشعب ضايع كيف موريتاني كتاب خلاقي إنجاز
هما يدوروا كتاب خلاجة إجبار لا عند الدولة، هما يدوروا راكور من لمن إجبار لا عند الدولة، يدوروا أنفكت إجبار لا عند الدولة، يدوروا باط يسلكم صاحب جندة هك شر المقاطعة ولا راند اسمع قد ينهي لا الدولة، يدوروا يطرصوا ذاك اللي يشير الشمام وذاك الآخر الشباك هل في تطلص من لا الدولة، يدوروا مشاكل التراب لا عند لا لفاتي. شفتي مشكلة نوعنا احنا من الدول، لأن الدولة هي المشغل الأول والأوحد، وهي أيضا الآمر والناهي، وهي الخصم وهي الحكم. أما المعارضة كخط هي ما أنها قاعة ضرورة، معارضة واجب. قال لي أنا المرحوم محمد سالم العدود قطريته 92 بغداد وجا يدشن جامعة علوم إسلامية، قلت له احنا هذا الواحدين فيه ونطير وننزل ومرة نقولوا العبيد ومرة نقولوا الحراقين ومرة نقولوا الحرية ومرة نقولوا قال لي أنتم في جهاد، ثم قال لي مجاهدين في سبيل الله، قلت له قال لي ولولا دفع الله الناس بعضهم في بعض لفسدت الأرض. شو في الدنيا لا بدي تنفي واحد كي ذاك انت، واحد كي ديان، واحد كي بيران، واحد كيف صاح، واحد كيف مسعود، واحد كيف بيجر رجل دولة معدل، واحدين ملي متملقين يسجدون للحاكم ونين يمشي عند كرسي يتم ساجدين له في قضية سليمان مع الجن. والجن هنا سليمان ما فطنوا على النفنة إلينا كالت الأرض الدبوس تندموا، قالوا احنا كنا فاطنين على الملك مبالو ناس نعودوا مبالنا تحررنا. ايوا احنا في مجتمعات قال مات الملك عاش الملك. وبالتالي هي هاي الدنيا يحسن فيك انا لا بدي تنفي احد يقول لا. غير المؤسف وهذا يردنا السؤال قبيل، انك ليك الناس تقول لك لا لين تقول انت لا وتقضي فياز الاحمر، ليك الناس تقول لك هاح لا فيها حمار إلين فوتي الحق وقت الحسم معناك لا يطرى منها رجال عقبا، وهذا ولين فوتي الحق وقت التضامن معناك لا يطرى منها حد، ولين الحق وقت الزرق معناك لا يطرى منها حد، ولين تتكي تحت مبارك والله تحت تكيت وتعطي راسك العربية يقول لك انت منين أقفش منك تتكلم هراك بعت القضية قضية تاج، انت يقول لك بعتنا انا نبيع كبار منها اغري درتك بزقيبة وسلمتك الحد ثم لك حر، ان الانسان بطبيعته يولد حر وان المنطق والعقل يقتضي ان يستمر في حريته حتى يموت. شفت معارضة ضرورية للديمقراطية كيف يتلاقى بين لا بد للديمقراطية من الديمقراطيين، حتى زاد لا بد للعملية السياسية من كفتين ميزان يعود فيهم أغلبية تحكم ومعارضة تنتقد وتسوس. هذا يقولوا له في بريطانيا اللي فيها العرف حكومات حكومات الضيب، شوف وزير الزراعة في الحكومة الحاكمة مقابل وزير زراعة وخرف المعارضة واحد زي لا يعدل ملفاته ويخرص ويخرص أين أخطاء، هذا هو التناغم. وحنصة دي الأسف دي المعارضة اللي عندنا وراء عيالك مسألة قديمة. شوف أنا نقول لك رواية شوي في موريتانيا، شو موريتانيا هذه ما كيف على وجه الأرض موامري يقال الفرق أنه صعد الفوق موريتانيا جهرتها لتحت. شفت احنا من وهذا وهذا هذا هذا راهو عن عن وعي وعن دراسه. شوف احنا دوله عربيه افريقيه، امريكا فيها سبانيش وفيها الافريكانو وفيها البيض، من حيث التجانس احنا نفس التركيبه، من حيث الجغرافيا والمساحه احنا نفس الجغرافيا أطلسية صحراوية، إلا أنهم هم يراو قلاص ويراو الربيع لأنهم عدلوا وعدلوا العدل وإحنا نراو أرواغ ونراو الريح.
هما دولة عندها مشاكل ما صالحت ما ينخلقوا فيها مشاكل عرقية ومشاكل إثنية ومشاكل عقدية. احنا أيضا عندنا نفس المشاكل ونتصور أن أقوى من العالم. تشوف رايك هنا تقول لحد من صناع القرار موريتاني أكبر عبرة من ذلك خلق في ليبيا ومن ذلك خلق في تونس ومن ذلك خلق في، يقول لك ما احنا موريتاني، احنا الموريتاني عندنا مشكلة علينا نتصور على ان احنا هم مركز الكون. ترى واحد قاعد يقول لك ذا العبد في سنجر خاسر، ذا العبد مادين ولا برايت خاسر، يحلل يحلل. اذا احنا في مشكلة، وبالتالي المشكلة لا هي في المعارضة ولا هي في الأغلبية، المشكلة في النظم السياسية، النظم الديمقراطية الموريتانية مطالب يا الله يعدلها إعادة تصحيح. ومشكلة موريتانيا هي مشاكل بنيوية. شفت هذه الدولة ما يسوى لعدل فيها، ويسوى لانتفاق فيها من المليارات، ويسوى لعدل فيها من برامج التنمية، ويسوى لعدل فيها من برامج التوعية، ويسوى لعدل فيها من برامج التثقيف، ستكون دائما محصلة في الصفرية لسبب بسيط، لأن الخلل بنيوي. وبالتالي احنا لابد أن من إعادة بناء وإعادة هيكل الدولة والمجتمع. بيلي هم يقولوا لك نظام حكم، هذا نظام قبلي، هذا نظام جهوي، هذا نظام فاسد، هذا هو النظام الشاعر وليد بيئته، هو نظام أصلا ما جاي من المريخ. قطيف ساعة رفدنا لافيتو وقصنا الجوجات ورشقناها له مرحوم عليه محمد فار، قالوا نريد العدالة نريد إزاحة، قال يعني ايه انا احنا هنا جاي من المريخ وجايبين هنا جايبين من المريخ، لا هم اركانهم احنا عندنا لا اركان ولا نستقبل لا اركانهم. يقال في المقابل ايضا المعارضة قبلية، المعارضة جهوية، المعارضة عنصرية، المعارضة فئوية، المعارضة طائفية، المعارضة غير ديمقراطية، المعارضة ما تمتلك الشجاعة لجلب الذات وتصحيح الذات. وهذا أنا قلته في حواراتنا الداخلية ودوري يشهدوا بها اللي يتابعوني ورايك من رؤساء الأحزاب. وبالتالي لا يغير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا بالقسطاس المستقيم. أنت ما تقدر تعود تشقر على رقاج رواية والمصطلح الآخر راهو عندك. واضح. وبالتالي لأن أضرب لك مثال، احنا في عادل ديك الساعة، عادل عادل حزب قط عدلتو عدلنا ديك الساعة ائتلاف بين لا موفانس دا الزين لا ماجوريتي دي سيدو الشيخ عبد الله و سارتان تاندانس كيف احنا هذا وحدة. أنا كنت متحدث بس ذاك الحزب، من هما رؤسانا؟ رئيسنا يحيى ودواقي، نايبو أحمد سيدي باب بامباري رحمه الله، أحمد سيدي باب كاترين فيس بريزدان بويدي. إذا نخرج إلى انقلاب، هذا مالهم كاملين الرموز العظيمة، هذا وين يلعبوا دور المعارض؟ أنا جينا لا نعدلوا نأسوا، هذه الصورة عندي فم نأسوا منتدى زمن عزيز منتدى من مأسر. لا 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 أركان جهابرة الأنظمة البارداس. إذا أنت ما تقد تمرق من ذا ساق ما تعدل في عادة تصحيح، والله ما اللي يخلق ذا اللي يخلق في الدول اللي سمعت له مكنسة، والمكنسة ما هي مقبولة، لأن الناس اللي مستفيدة من ذا الحال، الناس اللي مستفيدة من ذي الوضعية، الناس اللي جابرة التوظيف من المعارضة اليوم يهسر منها ابناء ووظفوا واخوته ووظفوا واهله ووظفوا. وهذا من تقوله ينقال لك هذا ما ينقال. والمعارضة مضي لأن ذهما عنها رايالك عند الموريتاني هون معتبرين هذا الراعة حد ما هو فلان والفلان معارضته مشكوك فيها، ذاك جاسوس ذاك مندس حد ما هو فلان والفلان
وثوار ثم لي وراثية، كيف عندنا بعض الدول ابن المستشار مستشار، ابن الوزير وزير، ابن المدير مدير. هذا خلل، وهذا النوع من الخلل يالله 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 ينحل. والقضية ما هي في الحوارات، ولا هي في النصوص، ولا هي في الدساتير، ولا هي في القوانين. يقول لك المثل أينما وجد الخطأ فتش في الرأس، الحوتة تخنز من الرأس. هذا صحيح. لا فيه 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 مثلين قبضتهم فما انا نعرف انهم لا من باب الهزل، يقال ما يسمع الضعفاء العقول، كيف تشبيه امريك بموريتان وتشبيه المعارضه بموريتان بالمعارضه ببريطانيا. هذا 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 لا من باب الهزل، يقال خالص من الناس يقبض يقبض الكلام على عواهين. وفعلا مولي عن 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 فمات اياها، وهذه الروايه انا دائما اشير عليها. فم واحدين يحاولوا انهم يعدلوا شهادات تبريز، الواحدين من المعارضه بين ظفرين، وهما ما بينهم فرق معنى الله قاعد لسوء من واحدين ثانيين همهم يشيطنون هما في نفس الوقت. وبالتالي هذه شهادات تبريز تعدل الواحدين ويشيطنوا واحدين ثانيين لياك يطلعوك على روس، وهذا منطق لا يستقيم. كيف كنتوا تقولوا وركاتيه عن المعارضه في موريتان قبيله، المعارضه دراعه، المعارضه ما اللي هي خلق فيها التنافس من اجل المصالح الشخصيه. وهنا تيها سابق نأخذ عن المجال، لأن مازال عندنا مجال الحقوق. أنا حاولت أن نبدأ بأخبار السياسة ونختم بأخبار الحقوق، مازال عندنا سؤالين بأخبار السياسة، مازال هون سؤالين سابق نقيس أخبار الحقوق. شنو رأيكم محمد ولي الغزواني؟ من دراك هاكم قطش بارتو الدكتور؟ شكراً سابق نعطيك رأي رئيس محمد الغزواني. يعني ذكرك رواية غريبة، احنا هذا اللي مشينا في المعارضة وتربينا فيه وترعرعنا فيه وشبنوا وشابوا رأسنا فيه. المفارقة انك تسمع عن زعيم حزب المعارضة معدل الاجتماع بعيد عينه، اللي هو هو اللي يحدد من هو المعارض حسب مزاجه. الغريب انه يعود داعي احزاب لم يعترف بها ولا يدعي. والغريب انه اليوم شفتوا معدل التصريح يقول انه ينتقد وصاية الوزير الاول على المعارضة، يعطي القالب هنا قالب. انت المعارضة انت مالك قاعد هون تعدى وغامض في المعارضة، طيب جايب واحدين يقول لك هاو الشخصيات، انت مالك هو تحدد المعارضة. المعارضة فعل وموقف، تقولنا فاهمنا المعارضة ما يمنت ولا يول ولا وراثية، المعارضة فعل وموقف. ونين يسجلوا حد يقبل ويصنف وخط ونهج وتراكمات ونضال وتاريخ وصبع. بعض الناس يقول لك احنا ما عرفنا اين تمرني هنا ولا علاش، احنا ما مشينا لنا هنا وعلاش. والستاتيكو ما هو قاع صحي في الفيزياء ولا في العلوم، نظرية التطور والتشكل والتغير والتبدل والحركة والديناميكية هي هي. يا غير احنا نتكلم عن مبدأ والضمير، وبالتالي هم يعدلوا انتقائية حتى في داخل المعارضة. مرة قال لهم زميلي الرئيس جوب ايه تو ما تعيطوا بفلان، قالوا له هذاك مو معارض، هذاك مو معارض مالو، قالوا قالوا له بيدي معاول عبد العزيز، معاول عبد العزيز. تو لعات عندكم تو مشاكل معاول عبد العزيز، والله ناقمين على ولد عبد العزيز، والله عندكم حاله نفسيه مع ولد عبد العزيز. ولد عبد العزيز ما هو القضيه، هاي حاله وموقف سجلونا نحن التاريخ بشرف وبعنفوان وسيذكروا التاريخ شاء من شاء وابى، ولا انا مخصرين ومولي راهم في وحدين يختارون نرجعوا شنقاله الذين يتبعون صدقاتهم من وأذى ما نمذوك. احنا نسجلوا موقف للتاريخ، نسجلوا الشرف، نسجلوا العنفوان ونخلوه للأجيال دروس وموعظة، ونخلوه لابنائنا وأحفادنا. ذاك الضوء ذاك الموقف حتى لا يرجع لهم. بيلي ذاك النهار يوم الخندمة طو طو نرشو طهر مقفولة عن الرئيس السابق محمد عبد العزيز، ما أجبر ما هو ذاك قربي اللي عندنا احنا.
ما ينفع في شيء ذاك لا كفر. يا زين دكتور حتى قطر الآن، يترك عثمان. لأن كون زعيم معارضة يعود يعيط الشخصيات وأنا ماني ضدها، وعيط الأحزاب أنا ماني ضدها، ويحاول إحنا مارسنا الزعل السياسي، ما زال جماعته السياسية فطايحة عند حزب الأمة ذاك حاجة له، وقفنا مارسنا الزعل السياسي سابقين حكمهم على حاشية البحر مقيدين، ويندارو في التلفزة ذيك الساعة حاجة له، وينعرضوا وينقال لهم توماش كنتوا تعدوا، قالوا كنا لا نعدلوا الرياضة. شفت هذه كان نمشي نمشي شو يقولوا هذا فيسبوك مرة الرياضة يمروا مرة الرياضة فاتوا ما قالوها 93 وكنا نمارس الفعل السياسي المعارض، وقفنا مع الشيخ محمد الحسن الددو حفظه الله إلين كان معلق في كل البوليس ومديور في البيت لله الناموس، وقفنا عند محاكمات وادي الناقه اللي خاضوا هما شهر غامبيا والسنغال ورحله الشتاء هذيك اللي شاد بهم الى بلجيكا وادي الناقه. دكتور متحول يقوس هنا. اذا كون يجي واحد ثاني طالع اليوم ويعود يحدد من هو المعارض هاشي يندالوا جبين في الحقيقه. خالقين واحدين اليوم يقولوا عنكم كنتوا محظوظين ذيك الساعه لان ما كان فهم هذا اللي ينقالوا الوعكه الصحيه. صوفي ولشين رحمه الله عليه وعليه. صوفي ولشين كان مناضل، انا طلعت صورته. يا اخي ذي الوعكه كانت تخرج زمنكم انتم ذيك الساعه، زمن سجنكم انتم والنايب بيران. لا احنا خلقت لا انا للمرض، انا للمرض اللي مرقت به. تحطم صفائح دمويه. ومشاكل في القلب قبل من السجن والمحاكمة ما قبلوا ما يخشينا في الضراب عن الطعام. القاضي وكيل النيابة السابق يعرف عنده الأخبار وكان يخلق تعديل ما حاضرنا من شورى وكانوا معي رفاق ذن كان فما فيها تعذيب وفما إهانة وفما يبدأ يعدل للناس دفرة. اليوم اللي يقيس واحد كوميساريا ويعيط له عليه جدا يقنقي لكن قالوا تقنقي بكلامنا احنا اهل مريميدة فهم. شفت الصوفي كان بطل كان شجاع رحمه الله، ورانا ملي نتازوا هذه الفرصة والرحمة عليه رحمه الله سألنا الله الرحمة والغفران ومواسين أهله ومصبرين. لنقيس سؤالك الثاني حول رئيس الجمهورية أزوان. محمد الشيخ رزواني سؤالك شنو؟ كانكم قط لقيتو أنت من ساعة اللي قبل هو ذاك عاد الجمهورية كان لا 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 شوف أنا فخامة رئيس الجمهورية الرئيس محمد الشيخ رزواني عندي معه علاقات سابقة معرفة سابقة قديمة من كان قائد الأركان ونين تلي عدد المشروع السياسي أنا سيف يبيك تنعدد لك المشاريع كنت من الناس اللي تواصل معها وكنت من الفريق الضيق لذلك المشروع السياسي سبحان الله. شوف هاي سخريات القدر. مشروع الإجماع الوطني فخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ القزواني أنا كنت أوسيه دسكا بروجي دكتور ولي القزواني في نقره حسب الانتخابات الماضية هو ولي القزواني حسب هو ولي القزواني من رأسه كان يدور مأمورية ثالثة لمحمد بن عبد العزيز هذا قالوا ما كان عنده مشروع هو لا كان تم استخلافه تو استخلفه صاحب. أنا قلت لك المشروع السياسي للرئيس محمد ولي الشيخ القزواني اللي يسمى الإجماع الوطني ما دعمه من الأحزاب المعارضة ما هو احنا اثنين التحالف الشعبي التقدمي قيادة الزعيم مسعود بخير حفظه الله وحزب الرباط الوطني قيادة احنا هذا قاعدين قدامه. وانا كنت من الفريق الضيق وكنت من الناس اللي مفاتحين حملة في نواليب وفتحت الكيد وفتحناها في القوارب ولا الريكارديات توقف الأزمة القلبية اللي جبرت توقف القلب جاني في كيهيد انا على المنصة. ايوه دكتور ما دمتوا كنتوا من المقربين من محمد والشيخ الغزواني اثناء الترشح وهذا اللي نقول ما كلامي انا قال بيدر والحميد النايب بيدر والحميد انه كان على مشارف كرمسين وعنه ترفن له محمد وللغزواني وقال له عنه طالب منه يرجع ويمشي مبادره
لمطالبة محمد بن عبد العزيز مأمورية ثالثة. وبما أنكم كنتم من المقربين من ذي المشروع ذيك الفترة، نختاركم تعطونا ما اللي أنتم شمن التفاصيل حول الرواية. شوف أنا ذاك اللي يقول بيجة ثابت، شفتني تسمع رواية ذاك الراجل اللي قال بيجة لا يقول إلا حقا، وهو ملي نسجلوا التاريخ موقف يوم طياح معاوية، انتهت الناس كلها هنا قوم المعارضة والناس يشعلوا، قالوا موريتاني ما فيها راجل قد يمد الصبع في راجل، هذه راية ماركة مسجلة باسم بيجة. أنا ما نعرف، أنا أعرف اللي عندي أنا، أنا أعرف أني جاني اتصال من إدارة حملة، ما هو إدارة حملة سابق الحملة وسابق 1 مارس، سابق إعلان 1 مارس، تعرف إعلان 1 مارس والإعلان اللي أعلن فيه الرئيس محمد الشيخ القزواني تعهداتي، كان سقف عالي جدا، وكانت في الحقيقة نقلة للكلام اللي قال فيه، نقلة خاصة بالنسبة لنا الحقوق والديمقراطية والناس من دور محضر. يا أخي دكتور ما تشوفون هذا لا تثمين الكلام، هذا الكلام اللي كان عندهم هم كامل. أنا طرحت لي سؤال وبالتالي لقيت الرجل قال لي شفت، أنا قال لي خدمت وطني ولا تنظر الرئاسة ولا نستعيد وبلا قايلية، وكنت نختار نمشي لتوف هذا لانه هو مولانا، هذا سابق 1 مارس. وذكرني قال لي صديق انه مشترك بي، ولك صديق راه ما هو الرئيس محمد عبد العزيز، صديق مشترك اخر، قال لي ذكرني بي وعيطت لك. اولا لا نقول لك على اني الخاص له وصيه ظل، احنا ما كنا، انا ما كنت ندور الانتخابات ولا كنت ندور الرئاسه، يا غير كي لا يقول لي وجبت علي وندور وجهه نظر حول بعض من القضايا وندوركم اللي معانا في المشروع وشوف، هذا هو اللي عندي انا من الاخبار سابق 1 مارس. ونين جا 1 مارس جاتني الدعوه وواكبتهم في الحمله وفات الحمله، مشيت انا نادي فريضه الحج، جيت جبار الحكومه وشكلت، انا قاعد الحكومه ما ندور والوزارة ما ندور والمناصب ما ندور ولا قطعت مسعاد أبدا، عندي فين قائد، أنا رجل موقف ورأي وصوت وخطاب، شي زايد على ذلك ما عندي له شي. يا دكتور وصفكم كنتم داعمينه في ذيك الفترة، قلتوا عنكم أثناء تحضيروا لذاك المشروع وزيان عندكم ذي الوعود اللي أعطاه وذي الخطاب، وهو راك في نهاية نفس المأمورية، من درى شنو انطباعكم عن ذاك الخطاب وذاك الكلام ذيك الساعه اللي تحقق منه في ارض الواقع؟ دوره بعين الحقوق والله عين المعارضه، الحقوق لا ينجوهم بعين المعارضه، الحقوق هم اللي لا يدخلوهم ضرب ان شاء الله. شوف هي المعارضه طبيعتها كاع شي كامل عدل النظام تمرق منه الاصبع، او خلونا المعارضه الشعب الموريتاني، خلونا نقص الشعب ايه بالنسبه للشعب، الشعب للأسف حاله، عندك أخبار شعب مطحون، شعب اللي منه كان فقير زاد فقر، منه كان جيعان زاد جوع، منه كان مريض زاد مرض، شباب اللي هو يرصف يعبر الحدود، البطالة منتشرة، الأرقام الفلكية اللي علموا عنها السياسيين زملائي أنا أحترمهم في الحقيقة، الواقع ما يصدق. انا نذكر هذه التيك توك عندهم يقولوا نكته معدلينها عليا، انا قطع عام الاول قلت لكم تريليون التريليون هذا البنود تريليون، الساعه الموريتاني ما قطع سمعوا تريليون بيلي جميع الانظمه اللي قطع حكمة موريتاني هذا احد قطه هم يلحد هذه الارقام الفلكيه، حتى موظفين الخزينه ما يعرفوا كتبة التريليون، انا ناكد هذا، وبعض منهم قطينا احنا امتحناهم والله قط قرينا رقم طاري على منظومتنا الرقميه، ولا انعكس مولي للاسف الشديد في الواقع ولا على الناس. لين تتكلم لي التريليون تنقال 1000 مليار
احنا واكلين نعودوا في شهر مايه في النص الاول من السنه، وخارجه ازيد من 800 مليار الى تريليون زايد فات انطبقت، وهي المواطن ما يحسها ولا يعيشها ولا هو لامسها ولا تقدر تشوفه بالعين المجرده. هذا في الحقيقه موقف يا الله له يراجع حسابات. اندارت في اسبانيا، نعودوا في دوله فيها محكمه الحسابات على مدى ماموريه كامله ما قط حبست حق ظلما ولا عدلا. احنا قاعد حبسونا ظلما ويجيس القضاء ويبرعوا، والله ينظلم ويطصوا العياط ويدعموا النظام فين ينطلص. وفتش هي عامل الدولة قالوا الناس زين دفاع قامت وفيها كفاءة. الرجل اللي يقودها انا اخويا وزميلي واقتصادي كفو يا خير، ما نعرفكم اللي عاد كي قال هو انا راهو ياسر من الناس فهم يرد الفوضى تحت الطاولة. عشان دكتور الانوار اللي عليك الناس ترد الفوضى تحت الطاولة لا تخليها تحت القنطوار. يا غير دكتور ما تشوفون هذا النوع من المجاملات من صديقكم على هذه الهيئة الذية عن هذا الشيء احيانا ما يلا نفصلوا النوع من الامور عن الواقع. محكمة الحسابات والمفتشين الدولة والبرلمان الموريتاني هذا هم أكثر فساد، لأن تنفق عليهم المليارات وعدوا اكتتاب خارج القانون ولا مسوى لهم حد ولا يقدر يجي يفتشهم. وهي لا تنسى والدولة اللي كنتوا تقولوا لك عنها هي الخصم والحكم، معناه أنه كفاء هكات إياها صداقتكم أنتم وهو يقير أداء. وصراحة هذه المؤسسات الكرت الكامل أداءها أداء هزلي وأداء لا ما عنده على لم ينعكس على الواقع بشيء صور شنو فيه. ما سمعت كلامي. أنا قلت لك عن أنت يتكلموا قادة الرأي رئيس حزب حاكم نائبه مفوضة أمن غذائي آخرون يتكلموا عن إنفاق مليار ما يعود ملموس، لا شافوا الشعب، ما انعكس على الأسعار، ما انعكس على الغذاء، ما انعكس على الدواء، ما انعكس على البنى التحتية، ما انعكس على الرفاه عند المواطن، ما انعكس على خدمات المياه والكهرباء من قطاعات متكررة. ويعود عندنا مفتشي الدولة أربع أيام ما قط دارت حد في الحبس، إحنا ما برأناهم. عندنا محكمة عدل الحسابات ما قط قدمت تقارير واضحة. الناس اللي قدمت فيهم تقارير فيهم واحدين موظفين اليوم في أرواقيج تقارير محكمة الحسابات هم الحالة يقودوا مؤسسات وطنية ودولية وإقليمية. هذا خلل. هو قاعد من رأيك كان هذا الخلل لا يصلحوه الانتخابات؟ ما هي تصلحه؟ هذا رجعنا البرنامج اللي كنتوا تتكلموا عنه الولي الغزواني، لان هذا ضرب قاع مليار، هذا تريليون ما هو شيء. هو وزير الاقتصاد السابق كان عثمان تكلم عن تريليونين 1700 مليار معدلين هما على انها تمويل ال 128 مشروع، ما شاف منها واحد في الواقع. معناه ان هذا في كل القطاعات، وانا دائما ننشر الميزانيات ونتخلص وهم يصرفوا لا المليارات. وهذه المديره اتكلم عن شيء مالكو هم ظهر عليهم الشمس. الخبير كان عثمان قال عن غاز مات له خالد نوفات فرق يا اخي، هي روايه كارثه. شوف لي تآزر ميزانيتها 70 مليار قالبها تفرج عن مكروب واحد بنفس الطريقه اللي تعدل جمعيه قطر الخيريه والهلال الاحمر الاماراتي غير هي مزارته. هي ميزانيتها اكثر من ذاك. لا الميزانية هما كل واحدة منهم هما كرش فيه المعلن عنها يا غير خارج ذا اللي يجي وخارج ذا اللي تنزاد به. هذه مسائل أنا نعرف بالأرقام، نعرف شفت هو الفساد في موريتانيا يا دكتور ما عينك تتكلم عنه. الدولة تعرفه، الرئيس يعرفه، وزير الأول يعرفه، الحكومة تعرف عن خارج الفساد، المواطن يعرف الفساد، المواطن يعرف الفساد. يا غير أنا قلت لك إن إحنا عندنا خلل. هذا المواطن اللي يعرف الفساد هو اللي لين يجي الزرق يبيع راسه ويبيع كارته ب 500، هو اللي يجمع أهله
ويجمع اخواته ويجمع اقاربه في النعاج وفي الديوك ويبيعهم بخمسين الف، لين يفوت تجي السحاب وينقع في الماء ولا يرى خدمات ولا يرى الدواء، وتمرض اخته ولا ابوه حد يذكر على الدوله فيها فساد. الفساد دكتور ما عينك في التطيشي، الفساد هو موجود لتفرق زينه. هذا الديار توقفوا عليهم، مشي تسوق لهم منشور سناب شات تشوف لا شكلهم من نرقد، ليه تخش يوم تسوق بهم من نقر تشوف ذاك المؤثرين به، الطريقه المؤثرين به، امكانيات المؤثرين به، ذا المعدل فيهم الاذان، تعرف عن ثروات موريتاني وخيرات موريتاني واموال موريتاني وحتى الشعب الموريتاني اجياله القادمه راعي يتمرق عليه واحد ينظري افهم في العالم ما يجد حد يوقف مناسب ويزرق 30 مليون ما جاء كونترول ديتا يعملوا مواطن هو الانسان ما انت ما تقدر تسمع ذاك بواحد فقير اللي ولا كيزن في 6 وفي 8 ويفتح البقالات ويفتح المشاريع وعنده ابارتمانات ولا تعيط له مفتشيه العمل الدولة ولا تعيط له الشرطه الاقتصاديه ولا يعيط له ما تقدر تم مانك عالمي لين هو لك رجاج اخر موظف يخلص 150 الف تعرف مدير الميناء هدي انا به يخلص كم؟ ميناء صداقه هدي به اصلا كان يخلص 528 الف 528 الف من ضرب يعني يعود مولاها اضرب هذه في 10 تجيك 5 ملايين هذه دير عليها 6 6 ملايين ضرب هذه في 10 عمان اعطاها مدير الميناء مالها 60 مليون 60 مليون هذا شاري يعني من تفرق زين تجي لك واحد من تراه باني قصر الفساد واضح والدولة والنظام السياسي احنا اللي خاصنا ارادة سياسية قوية وصادقة قاطعة تجاه الفساد تجاه المفسدين احنا خاصنا تعود عندنا نخبة سياسية حقيقية قادرة انها تقارن بين مصير شعب ومصير مصارينا احنا خاصنا يعود عندنا شباب حقيقي ناضج وقوي ما هو شباب سناب شات وبوداكس وتجلي الراس وتبيار الكعب وتيك توك والشم وتيك توك شمامة وشباكة حد يشم وحد يشبك ما يجد يقود ولا يجد يعود مثال للشعب ولا هم لا يعودوا كشباب ولا يقارنوا راسهم بوفاي وسونوكو وفاي راهو سابق يوصل لرئاسه كان امين عام نقابه الاقتصاديين السنغاليين ترازو والضرايب ايش كنا جاي من القاع وسونوكو كذلك احنا شبابنا مازال يقول لك نحن الشباب الحزب الجمهوري واقفين مرنقيين ندوروا قرعتنا سولني انا كنت رئيس حزب احنا زمننا ناضلوا كنا نمشي على كرعينا من القيران الى كاصاد نمشي على كرعينا ضحيا المدينه نمشي على كرعينا نعلقوا الصور هون تقول الشاب انه معاه الى ان يعطي نهارين ما اعطيته بيرديوم ما يرجع لك شباب اجير يقول لك احنا ندورو كونيكسيون ندورو قيات ندورو فوط الخيمه وفوط كذا وفوط كذا هذا ما هو اللي عدد صغير وبالتالي الانظمه المتعاقبه على موريتانيا تعرف شعبها وكيف ما تكونوا يولى عليكم تسمعني ايه والله عندكم مشكله شويه في كونيكسيون قال بعض الصوت كان مسموع كيفش عندكم مشاكل في كونكسيون وهذا اللي من اللي شادين اخبار الورك هاي راهي دوله ب 2024 ما يقدر قاعد يعدل مداخله بها 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 ركاكه الانترنت ورانا قاعد فقدنا الاتصال بي. ايش حاولوا كان تطرحوا لنا باطن نطرحوا وسيله في مجال الحقوق وتوفر أن سبقنا أخبار السياسة وقضايا الساحة الغرق
صحيح. و سامعني يا دكتور؟ الله يسامحكم بقى. هو لا عندكم دكتور شفت هذا الكلام اللي انا نقول هذا معالج، نعرف عنه حاك في مقراد الوحدين، ونعرف عنه قال الوحدين يا غير متمولة، كان انه لا الكلام ولا يزيد كلام ما يغير، والنقد وحده ما يغير. مادة فعلا تحتاج على انها تعدل توعية وتعدل تثقيف وتنور الطريقة، غير محتاجة عمل. لما الواضح لو قلت لك قبيل عن التعرية وتسليط الضوء على مكامن الخلل، ما مختلفين عليه اثنين، ما مختلفين عليه اثنين. انا نعرف مدونين ومثقفين في النظام حاله يقولوا كلام اقوى من اللي تقول انت واللي نقوله، يقولوا الفوق كل ليله يا غير ما نصنتهم حد، لا حياه لنا انتم. وموريتانيا هم الاشخاص يا غير، ما دامت هذه الدوله قائمه على المحسوبيه، على القدريه، على الاسريه، على الجهويه، على الطائفيه، على العرقيه، ما هتقدر تتقدم يا قال. ما تشوفوا دكتور ان واحدين في النظام ينقدوا ويقولوا كلام امتر من ذر نقولوا له نحن عن هذا لا نوع من مكرهني بيك يا شويخ ومقلع لي لابن نعاسك، هم هذيك اللي هي الخارجه تلقى اعمال هم يقبضوا فلتو، وفي نفس الوقت ينتقدوه. هذا شنو فايدته؟ خارجين واحدين هون كذا موظف مجلس من الفيافي وعنده خلاص، وواحدين ماشيين يعدلوا همهم يا قال. هذا في النهايه ما مهم، هم يقبضوا خلاص على ظهر الشعب، ما هم قادمين له شيء. وشنو النظام اذا عادنا سياسه وهم متفلسين فيها؟ هذا النوع شنو يفيد؟ شو الشعب؟ انا ما قلت لك قضيه الشعب، ها؟ الشعب هو من نفسه جزء من المشكله. اذا صحيح يا قال احنا هون نتكلم عن الشعب، شفت انا نتكلم له الين نجي نسقط راسي مدينتي ما رميت صوت، لان خرس متابعين عندك انت ري درع ودود. معنا الله ما هم البكثر دارك هاتي من ها ها ما هي اللي تحل المشاكل يا قال. احنا دكتور احنا اذا عاد عندنا ازمة شعب، حتى عندنا مالي ازمة نخبة، احنا قاعد اللي انا النخبة مالي جديدة وما أبرئ نفسي، انا هو الاول من ازمات النخبة. شفت نخبة موريتانيا الاول من نوعي انا، انا ماني مبرر الان، ما قلت لك ما خالدي ازمة نخبة، الاول قلت لك ان احنا عندنا خلل في المجتمع، وذاك الخلل لا بد من يعدل وتعداله، لا بد من مكنسة، احنا لا بد من إرادة قوية صارمة قاطعة تكحز هذه النخبة اللي هي وتجيبها رواقيج على أساس الكفاءة، على أساس الخبرة، على أساس القدرة، على أساس دي سي في، وحسب مقولة عيتي تقول يعملهم من خيمة واحدة، يعملهم من جهة واحدة، يعملوا من لون واحد. ما دامنا ما دام الشعب الموريتاني، ما دامت الطبقة السياسية تقول لك ذاك من ومن أي الناس وش يكون، الأمور ما يبقى يتقدم. ذاك واضح، ذاك واضح. والسياسة مطبخ فن الممكن، خذ وطالب. لما الواضح ما يكين حقوق، الحقوق قائمة على مبدأ والتخصص. احنا في موريتانيا عندنا أزمة نخبة، أزمة شعب، عندنا أزمة شباب. يا أخي احنا شبابنا تتعرف عن أزيد من 70% من الشعب شباب. هذه هي سمة من سمات، هذه سمة من سمات الدول المتخلفة، الدول يعني أكثر نسبة الشباب من نسبة الشباب الدول المتخلفة. هذه 70% نصها جاهل، نصها هارب من المدرسه، فاشل في التعليم، فاشل في التكوين، فاشل حتى في التشغيل. كله عايش على حساب امه ولا حساب اخته، والله تاكي راقد ولين يوعى عقاب الليل يقعد لك في واحده من المقاهي، والله قاعد تحت شمنه هذا الهوايش ويتم يشم.
دكتور هو يقول لك انا شفت شاب، دكتور عندنا انا محاور شفت شاب. ثانية نختار، وكان لنا جبرول هشام من الوقت، لا نحاول عنا تفضل. نوفاو من أخبار السياسة ونعود نقيس أخبار الحقوق. انا بعد ما عندي مشكلة ما في والسياسة مشكلة. شنو هي والله علاقتكم، شنو هي علاقتكم بميناء الصداقة اللي قلتوا راكات إياه؟ ما عندي لي علاقة، ضربت لك مثال. ايوا زين، ايوا من درا كان الدكتور سعد الوليد قطش بار صفقات في مأمورية غزواني، هذه يسوى في أي مجال. ولا أبطان في مأمورية عزيز، هذه قناية تعرف أسطوانة قديمة عند اليائسين. لين يعجز الإنسان عن يقدم شيء يحل في القضية. أنا عندي مؤسسات وعندي شركات وعندي أسرتي وعندي عائلتي قديمة. هنا الوقت رايك يتنفحوا، وبالنسبة لهم السماء ما قطعت فوقهم، كانوا وقافة عندنا 1945 بمحدين كانوا يتلبوش من الأقدام سراح. تفاخر بالأنساب والتفاخر بالأحساب ما وشي ولا ينفع. أنا قد يكون أبطأ بحسبي غير أسرع بعملي، ولا قالوا ذوك اللي قطحتك وبينا وتاوي مارس ذاك النوع من الاستعلاء. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، درجات من مولانا ما يكفي درجات الدنيا، درجات هذا النسب والحسب المزيف اللي واحد فيها أغلبية خلقنا الله كلها رافد التريزو، اللي مبرانشي في الرسول، مبرانشي في أبو بكر، مبرانشي في علي، واللي لود للزبير خلاص كونتاكتوني. وأنا رأيي لك أعطيت زمن دافع لود البلاد كان مبرانشي فيه، وعقبت نايم في السيف نقدم الحبل، قالوا لي هذا روايق ما عقل. قمت دافع شهر سلمان باك شو العراق، وكان راح حد من 10 مبشرين في الجنة، وجيت لا ندير بريزي، قالوا لي هذا روى لك فارسي مع سلمان باك، سلمان العقيم مولي. هي مد عندها عقدة الاستعلاء، مد عندها عقدة الدنيا، مد مازال تاريخها همها تبني التنمية، همها تبني التطور، هما تبني الطرق، تبني السكك الحديدية بالتاريخ، بالأمجاد المزيفة، بالتاريخ المزيف، بالأحساب المزيفة. هي مادة هامة كاملة أن تعود لا منقسمة بين المهاجرين والأنصار. هي مادة لا ما يجاب رحالة تقول عن الرسول بعث هنا. هذه ما هي، يجيك واحد يقول لك صفقة. أنا كيف قال حد فاض دائما يقولوا جقعهم قاضي وقالوا ونين جريناه شو القضاء سمت راس ورا 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 عصبة القضاة ومن سخريات القدر اللي احنا نقيب يقول انه كان يساري وانه تقدمي هو اللي رفض مقاضاته. نقيبة بيتي ما له ما يخلينا نجر الفضيل إشارة اللي قال لك نوع من الكلام. وما دي الناس اللي تقول انا نين انا موجود، نجيب لي اي انسان اي توقيع اي صفقه قط قبلته في التاريخ السياسي الموريتاني رب لك نين. ودري يتكلموا عنه هم هذاك يقولوا له صفقه مباليت والله اي عقده وتوداك نوع من العنصريه. لكن مو مستخسرين تعود خارجه شركه يملكوها السودان وعندها ذاك ذاك عايد مغلف بالعنصريه. لكن نوع من يا ترى مباريط رايك عند من؟ مباريط فارغ عند رجال مربطة وزراء سابقين عند مصطفى والحمود عند زول النويقل وعند زين العابدي. عند زين العابدي اكيد. ابدا اتحاد ارباب العمل ودايرين عليها معالي وزير مصطفى حمود. يا مريض ميعاد قمامه. اه ميعاد قمامه ما تخلى للعبيد والمعلمين واصناقه ويقاول علاش ما تتكاثروا عليه. ذاك نوع من العنصرية. شفت فيك ذاك ذيك عقدة نفسية. احنا ما لنا عندنا لاية عدلنا الطرق هون في المرشوط جيني سيفيل. عدلنا الطرق وعدلنا الطاقة، احنا هم دخلنا الطاقة الموريتاني. أول حد جابهم باب فاديل، ثاني حد جابه خويا المهندس المرحوم نانا الوليد رحمه الله. ها؟ شوف. تمرك تقرا الانجليزيه شوف
هذه الشهادة كان عند حد منهم. ها؟ ما الواضح له؟ شكرا جزيلا لكم دكتور حلمي من قسم واضح مجال الحقوق. عن جدارة، وبالتالي ليك عقدة عن شي من الناس. احنا استثمرنا في السياسة كيف ما استثمرنا في الاقتصاد، كيف ما استثمرنا في العلم أجيال. إذا ما أنا متفخرين به غنينا الحق نحاسن ونقولوه ونقوتنا. ايوه ننقصوا مجال الحقوق دكتور. تفضل. انت بديت دكتور في الاهتمام مجال الحقوق؟ شوف انا الاهتمام مجال الحقوق اهتميت به مبكرا. غادي الساعة ما انقالوا الحقوق. انقالوا النضال. النضال. والقضية من الساعة اللي انقال الحقوق انا قاعد طارتني. شنو الفرق بين الحقوق والنضال؟ شفت الحقوق ثقافة كونية كيف السياسة وكيف الاقتصاد ومرحلة من مراحل تطور البشرية. وللأسف الموريتاني مازالوا في الجيل الأول من الحقوق. الوقت اللي العالم وصل لحقوق الإنسان، حقوق الحيوان، حقوق النبات، حقوق البيئة، حق الابتكار، حق الملكية الفكرية، حق التحول بعض، حق تحكمك أنت من نفسك في جسدك، تحوله شراج ولا شرمة. وخط ثقافي اجتماعي مدني ذكي. وأول حركات خلقوا وأنت كنت في الولايات المتحدة حركة الحقوق المدنية والسياسية. The Civil Rights Movement. في الولايات المتحدة. ونوع وشي من الناس ما هو فاهم من ضمنه حقوق العمال، حقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق المزارعين، حقوق حق الأرض، حماية الأوزون، حماية البيئة، خضر. هاي ثقافة كونية لكيف تنمو وتتطور. النضال هو قناعات ومبادئ ومواقف وتسخير جهد من أجل وطن ولا من أجل قضية محددة. كيف ما كان العالم ذاك الزمن منقسم إلى كتلتين، كتلة اشتراكية وكتلة رأسمالية، ذيك ليبرالية ذيك شيوعية، وكان مدارس فكرية سياسية، وكان مؤلفا التيار القومي العروبي. أنا أول ما بدأت بالسياسة تفرقلت على الشرطة اللي تحكم خو عندي هو اللي مكبرني. فرقلت أقابل ليل ومالي كوميسير وبوليس فاتوا دخلوا البيت ودخلوا الدار وتاو توطاوا على الفراش. بالمناسبة احنا ما عندنا طارين ولا بوجادين على السياسة كلها. يقول لك ترنيجة جاي من السياسة تو نتنفس نعيش في رامز. ومن ذيك الساعة تشكلت عندي ذيك الصدمة بتشكل عند الشباب كيفاش يقتحم بيت عقاب الليل. احنا الساعة عندنا لا بيت واحد ذكرنا من الطين نقولوا له المصرية. والله ذيك المصرية اقتحموا هذوك الناس لا يقبضوا خويا. وكان ذيك الساعة مزروق تركت هذا اللي يقولوا له مباركة ما تنباع. وكان ذيك الاعتقالات على احداث عكس اللي واحد ذي قدر من الناس هم. الأحداث مسيرة خلقت فطار ولا خلقت في مارشوط. مارشوط ما قد خلقت فيه مسيرة ولا في روسو. وليك الناس اللي في مارشوط وروسو وحكمت كلها نحكم في داره وما عارف ذا دخلك شنو. اللي الناس اللي عدلت زرقت لترك وقبضوا خادم من عرضيها وعدلوا لامارشي لين لحقوا بويرون وانقمعوا ذن ما كان فيها حد من الناس اللي حاكمت براسه. وبالمناسبة راهم أعطاوا 9 أشهر محكومين في نواريبو ولا قد حد تكلم عنهم.
منهم مريم بنت مسعود، منهم محمد المسعود، منهم باها. هذا هم الناس اللي فجروا اول تحرك في هذا الخط اللي احنا ماشيين فيه. فعلا ديك الساعه حركه الحر ذات خرقت، قيادتها موجوده، وفهم من مكتب العمال، ومكتب العمال كان على تواصل مع العمال في نواريب ونواكشوط، كانت يقوم بذاك العمل التنسيقي مول عيد الفال حفظها الله ذاك الزمن، وبدأ المشوار من ذيك الساعة. عقب ذاك سنة 86 بدأ التنظيم المدرسي الجامعي اللي هما الثانويات والإعداديات، وكان ذيك الساعة ثانوية طار وثانوية روسو وثانوية العيون وجامعة نواكشو وثانوية الزورة وثانوية نواريب. ولين تخرص الوعي اليوم بالنشاط يقولوا له الناس رايك الحقوقي اكثر يتوف هذا المدن اللي سميته، وين تخرص حصادها اللي بدا طريقه تنظيميه مؤسساتيه. وبدانا من ذيك الساعه احنا جايين نتكاثروا الحمد لله. عقب ذاك هذه الاحكام دي استثنائيه، واستحضرني هون منها راجل رحمه الله قد خاوة على رواقي، كان في كان نضال عنده معنى، كانت الناس تتبع للحيوط، كانت الناس تزرق تراكتات، كانت الناس تعدل لها شعريين دروس في دروس لعدل سيدي يحيى الخلايا، يجمعوا خمسة وستة في كل دار يتم يلتقى عليهم شيء ويفهم لهم شيء ويدخل لهم شيء، فهم. وبالمناسبة كان الأكثر تضحية الأكثر ثبات الأكثر إيمان هم النساء. حتى مرة كان حد منا يكتب أنا ما ترى شيء هاش يطلع عليهم هاي الصور أقلعهم هذا مو وهذا طبعا ده عدل هو ما سمعته الو انا معاك ما صور انا هو الناشر ايوه ما علمتني بيها هذا على حسابكم انتم على الفيسبوك هذا اللي ذكر النضال ايه خلينا نتوجه على الشاشه ما هي واضحه لي شايفني انتم بيكم اللي بعيد منها ايوه زين جيد نذكر بعض ذات الزمن بدايه النضال خالق راجل رحمه الله ينقال الجاه والمعيوف وكان الجدار مسحوب كان ذيك الساعه ذيك الناس يلوذلها والحقنا هذا حد منا يكتب على حائط من فوق طالع شل يكتب الحد من القسالة هنا قسال اللي كانت تكتب الناس هنا قسال هنا رسام. وجد جاء واخر رحمه الله قال جمع قفوت البوليس وخرص الفوق دواله حد منا طالع قالوا قلت له انت اولاد الخيام الكبارات والشرف الزيني والعرب والزوايا كلها يسار النجمة التالي عقاب الليل كان يكتب حرب جنت الشمس وفي رابعة السماء تكتب لنا الحيوط تكتب لنا المعارضة على الحيوط. هذا كان أيام قبل الانقلاب. إذن كانت بدايات نضال كيف عقب ذاك احنا كأبناء حركة الحر شيء طبيعي عن ذاك التحالف اللي عدل الرئيس مسعود البخير ورفاقه واللي في طار لفجي ان كنا تابعين كان في الانسجام وعقب ذلك مرقنا من لفجي وخشينا في لفجي وعقب الانتخابات مرقت قيادتنا من لفجي ومرقنا معاه وعقب لفجي ارنوفل اللي لا يعقب يعود وريثة تكتو وعدلنا احنا ذيك الساعة اسي ومشات الناس تقرأ وبقى اسي يناضل هون ونحل اسي سنة 2000 ميفا تحصل على مقعد وخرجت محاولة للسي سي ورطفت وخرجت محاولة اخرى للسي ان سي ورطفت وعقبت القيادات السياسية الاجتماعية ارتأت على ان
تقيس التحالف الشعبي. هذا خطنا المعارض. خطنا الموالي كانوا فم لي تاندانس، كان فم تاندانس دو محمد الامين ولا احمد يرحمه، كان فم تاندانس بويجيت، كان فم تاندانس خير ومبارك محمد الحيمر عاشور الصندل. والغريب ان كان فم اعلى مستوى من الاخلاق واعلى مستوى من التناغم واعلى مستوى من المسؤوليه. عقب ذاك فعلا خلق هذا هاي الثقافه الجديده اللي جات مع العولمه واللي جابت الحقوق. جابت الحقوق وفعلا خلقت الحركه الانعتاقيه وقادها الزعيم بلا، وخلقت المحرقه 2012. انا ما كنت جزء من الحركه الانعتاقيه، ما كنت من مؤسسينها، ولكن ثم دي جزء من المحرقه. 2013 التحقنا بذاك تيار الانعتاقي والتحقنا به عن قناعه، وقال فينا ذاك اللي اعطينا فيه ولأننا متندمين ومدعبين. الناس يقول لك تقللت لا تقللت. يقال فلما رأى الشمس قالب، فلما رأى القمر قالب. الشك حتى يثبت اليقين. الإنسان ما فرصة لي يتملى في الطريق واحد. احنا خونا من ذاك يام. بين ذيك الساعة ارتئينا عن المشروع السياسي المشرع اشبه. هذا اللي بدوا هم يطالبوا بيه الأوريك حزب الرأي. وحزب الرأي متأسس من 2012. يقال الناس ما كانت ظاهرة لها، والله غالبية الناس اللي مندفعة حتى في الحقوق ما كانت فاهمة قيمة الحزب السياسي، ولا كانوا فاهمين قيمة العمل الشرعي المشرع. وإحنا تقدمنا عليهم بخمس سنوات وفهمنا أننا نحتاج مشروع سياسي وطني جامع، وأن هذه القضايا في قضية الرق وقضية العبودية وقضية الكوار وقضية الديوان وقضية المعلمين وقضية أزناقة ويقاون لا يتملى نقولها، واللحمة والدخيلة ما تقدر تنحل ما هو بعقول الموريتانيين جميعا. الثورة الفرنسية في باريس عدلوها الثوار غير قادوها النبلاء، أبناء النبلاء فلاسفة. الثورة في جنوب افريقيا شعب واعي غير قادوه ابناء الطبقة الارستقراطية، ما ندلع ما كان جاي من حضيض ولا فقير. الثورة في الهند قادها غاندي ولا وهو كان من الطبقة الارستقراطية اللي كانت تقرا في جنوب افريقيا. الثورة الاقتصادية والتنمية في اندونيسيا مهاتير محمد قايدها، مهاتير محمد اندانتيست وعد الكتاب ذا ذا، ولو جاي من الحضيض جاي من طبقة ارستقراطية. انا في محاكمتي دافعوا عني ابناء النبلاء، ما تفقدت ذم حد من ذيك الناس اللي عندها ذاك التاريخ ما دافع، وعندي مقال قالوا شكرا لابناء النبلاء بي اللي ابناء الحضيض ماني قار في ذاك العدل بي اللي واجههم. ثانيا هذه القضية احنا عندنا قناعة ان ما تقدر تتقدم، هذه القضية ما تقدر تتقدم، ما منين يتبناوها المفكرين والمثقفين والمصلحين والاقتصاديين والاعلاميين والحقوقيين من ابناء جميع المكونات. وهذا ما يقدر يجمع في حركة، بين يتعيط له غيره لا يقول لك انا ماني يرى، ومن يتعيط له في الحر لا يقول لك انا ماني حر، وين يتعيط له في الفلام لا يقول لك انا ماني من الفلام. يعني يتعيط له مشروع مجتمع جامع، مشروع اقتصادي وسياسي، مشروع حزب يقدر يقبله ويقدم له يمشي قاعد هو يعدل المشروع ثاني وتجابره في اطار المشاريع وتقدمه عمل. دكتور مازال عندنا مازال لنا تقريبا خمس دقائق نعود وكملنا ساعتين من هذه الدردشه الشيقه، بالتالي ناهي نقيس السؤال الموالي، وهو سؤال عادة ياسر من الناس يطرحه، يقال أنا أختار كل ليلة إجابة شافية منكم أنتم. هذا اللي قال له الرق والعبودية في موريتانيا، لين يكلم عنه خارج موريتانيا، كين يتكلموا عنه فرنسا والله في بلجيك والله في أمريكا والله في أي بلاد، عادة يكلم لا عن البيضة، بينما بولار وولوف وسونيكي هذوما اللي هم بعبيدهم وعندهم نفس هي هو نفس الواقع، يقال عادة لين يكلم عنه على مستوى عالمي يكلم الله عن مكون واحد في بلد متعدد الأعراق. شنو هي قراءتكم انتم لهذه النقطة بتاعي؟ شوف
هذه قراءتي له، لكن قراءتي للحقوق والنضال، الحقوق والسياسة. شفتوا هذا واحدة من نقاط الخلاف اللي ما استوعبوا شبابنا ولا استوعبوا مناظرينا ما هو بعد 5 سنين. العبودية ليست الحراطين، والحراطين ليسوا العبيد، بل أن من الحراطين من مارس العبودية. صحيح. والعبودية نظام سياسي اقتصادي واجتماعي وثقافي عاشته البشرية شمعة. وأنا معدل ذي إنتاز ينقالها أطروحة، ينقالها الرق الماضي والحاضر والمستقبل من منظور الفلسفة والتاريخ والدين. ولا قلت الإسلام، قلت الدين، ياك خشر اليهودية وخشر المسيحية وخشر الإسلام. والعبودية موجودة عند الحراطين، موجودة عند البيضان، موجودة عند المعلمين، موجود خالق عبد المعلمين وعبد الأزناقة وعبد الجار، وخالق عبد هال بولاق وعبد ولف وعبد صونيكي، وخالقين عبيد الأكواخ. والمشكلة اللي قلت لك قبيل من عند الرأس، نحن عندنا مشكلة بنيوية، وقلت ولاحظت عليها، قلت لنا ما يسمى ضعاف العقول. أنا ما خاطب ضعاف العقول، أنا خاطب أولي الألباب، أنا خاطب المسؤولين عن الحكم، عن السلطة، عن الإدارة، عن حقوق الناس. أنا خاطب من سيسأل يوما غدا عن حقوق العباد، من سيسأل عن الأمانة، من سيسأل عن حق المرأة وحق الطفل. قال عمر بن الخطاب: والله لو عثرت بغلة في العراق لخشيت أن يسألني عنها ربي. أنا الخلطة قابل منهم ولا ذاك النهج العمري، ولا ذاك بلتي قتالي طرالهم ماني بي. خارج العبودية في الكوى، خارج في فولان، خارج في الصنيكي، خارج في الحراطي، خارج في الدوان، وهي فكر ونظام سياسي واقتصادي واجتماعي قائم على ثقافة المغلوب، وقائم على منطق عن الغالب يسود والمغلوب مولع بتقليد الغالب. ولا ينزل اغراض يا مدي ما كان عنده لون. اها صحيح. العثمانيه كانوا هنود وارمن وشركس وكانوا ايه للعالمين بقى. والمفاهيم اللي بدات تنطلق اليوم على العبد سيكون أبطس العنزي مجعد الشعري، هذه تنظير وتأسيس متفقهة البادية. واضح ديني الرق ما عنده لون، وبالتالي ظاهرة كونية. ويلا الناس تتخرملي أبناء العبيد، يلا يفتخروا أنهم منحدرين وناتج لهذا النظام. لماذا؟ لأن احنا عندنا مشتركين في الماضي الأليم المشترك. هذه المعابد العامرة بقناعها في روما بنيت بسواعد العبيد، قصر الحمراء بني بسواعد العبيد، النهضة والترجمة والتحرر كان ناتج ثقافة العبودية. دكتور مندرة، شنو هو هذا؟ انا نعقله سؤال اخير، شنو هي فائده هذا اللي ينقال له مفوض حقوق الانسان عند موريتان وهي وظيفه برتبه وزاره؟ وشنو هي فائده والبوحبيني اللي هو هذا اللي عنده؟ لان الشعوب المغلوبه كانت تقبل المهندسين والعباقره والعلماء والاطباء، الشعوب الغالبه كانت تقبل المهندسين والاطباء والعلماء للشعوب المغلوبة وتقيس بهم الحضارة. هذا هو اللي خلق بين الحضارة الرومانية، خلق بين الحضارة الفارسية، خلق بين الحضارة العربية الإسلامية. هذا هو اللي خلق في روما كونكسيون. هي لا موريتانيا كاملة عندها مشكلة، وأنا من نفسي عندي مشكلة. ما هو باركم. آخر سؤال، آخر سؤال، ندور تعليق على هذا اللي ينقال له آلية التعذيب، وهذا اللي ينقال له مفوضية حقوق الإنسان، وهذا اللي ينقال له بعثة حقوق الإنسان، لأن داس الموريتانيين قاعد خلط عليه ذا من مقايرة قلاشة اللي تنتفقوا عليه المليارات، وحقوق الإنسان اللامشيرة مناهضة التعذيب، والمواطن الموريتاني يعذب،
وهما ما ينشاف منهم واحد وهما كلهم عنده وظيفة برتبة وزارة. وقع ذم شوف أنا هو خارج مسألة أخرى ما أطمني قاعد منها. شوف إحنا عندنا خلل آخرين قالوا التحليل والتوصيل. التحليل أربط المصطلح والتوصيل. يعرفوها لها الإدارة البزنس مانجمنت. الناس اللي تعدل إدارة الأعمال. إحنا عندنا خلل حتى تحليل وتوصيل الوظائف والمهمات. انت شفت احنا نعين وزير ما نعطوه خطاب تكليف ما نقول له هاي ترى انك وزير بالضبط تاخذ هاي قطعه عدل ثلاث زمن زين شوي رانك مكلف بتعدل مجاري المياه مكلف بتعدل تحديث للصرف الصحي مكلف بتعدل كذا وكذا مكلف بتعدل كذا وكذا نعينه سفير ما نعطوه خطاب تكليف ما نقول له رانك ماشي جاي فيك الدوله يلا تقيس السينما وتقيس دور الكتب ودور الثقافه وتطلع وتجيب لنا الاخبار تصحب مع تصحب معها الرستورانات وتعود ذماتها برمخبخب إلينا ننكلفه مفوض ما نعطوه كتاب تكليف ننكلفه وزير أول ما نعطوه خطاب تكليف الآن قال لك وعين فلان ويجي فلان لابس كوستيم ويجوه الثاني تصبح البر قدام الدار والميزانية ولين يعطي فترة شوف مثلا في الولايات المتحدة يتغير النظام أنا قاعد ما يوجه مقارنة غير بعد زم ياسر من المقارنات بينه يتغير النظام ويبقى الوزير ينوى في مهمته دكتور علقوا لي الأخبار هذا مفوضية حقوق الإنسان هذا المفوضيات من الغرابة آلية التحديد نحن مجتمع يعاني من القدرية اسمعني أنا لأن ننظر لهم لا من زاوية النظام مجتمع يعاني من القدرية يعاني من الجهوية يعاني من الفئوية يعاني من الطائفية يعاني من الإقصاء ونقبض عام مفوضية حقوق الإنسان إذا هو أصلا عنده عقدة الاستعلاء أنت كيف تطلب من إنسان رابي في وسط ومهيئ ومخلوق له أنه أمير بالمفاهيم الرجعية التقليدية أنت تقبل أمير ديروا لي عليكم سلادة رادة لهم تقعدوا يتماشى لا يتماشى مع المنطق تقبل معذب في زميلي وأخي البكاء ضحية هو الناس وتديروا خصم بين يبحث عن المعذبين علي التعليم تقبضني محامي اذا احنا عندنا هذه المشكله وبالتالي هذه الاليات تعرف عنها خطوه ايجابيه شفت انا ماني ضد ان نعود عندنا برلمان عندنا مجلس شيوخ عندنا وزارات عندنا قطاعات غير انا ما زلت شايف عند الشعب الموريتاني عند الدولة الموريتانية عند هذا النظام اللي مازال حاكم واللي يطمح المنبر ثاني فرصة حقيقية على انه يقبض الشعب اللي قليل واللي عنده من القدرات المادية والاقتصادية والاجتماعية وعنده من الكوادر موريتانيا راهي عندها من البوتنسيال الكوادر البشرية والطواقم البشرية اللي قد يقود هذا الشعب أنا كنت ساكن في حي من كنت نقرأ فيه 7 ملايين تصبح فيه وتروح فيه 5 ملايين وقايده طرفة واحد مسير الماء ومسير الضوء ومسير البنى التحتية ومسير الجامعات اللي ذهبوا الكليات ونخري مع صباح الوالي حاكم حراج بوضع الصورة الشيء باني عنده سين كان تويتر نعود نحن عندنا ذا من الكوادر وذا من الطواقم وراء ملك الموريتاني قريب وعندنا من كذا ونعود ما قادين نسيروا 4 ملايين وبالمناسبة راه هو الفرق بين الفي هو وباه الفرق بينهم لدازم بينهم مليونين صوت لكم اللي لا رسالة من الشهلة أهنهم السنغال الأول منهم والثاني الفرق بينهم مليونين صوت وإحنا داع مجموع يزرق بينا نحن وقنامنا وديوكنا ومعيزنا لكامل مليون و800 وثاق بذي ماي سيني هاي لاحظة اتخاذي مش عالف أولها مش عالف عقابه وأنا بعد سامح لهم عرف عني نقدر نعود لا من الناس اللي قال المدونين حسن لنبات عنهم من 10 الممنوعين من جنة البرلمان وحمد المولانا وعادي
عبد الله يوان عطى 70 سنة عارف حد وصل الصوت 70 عام 70 وتو الله هذا هو اللي يحفظكم عندي بيان يقول لاهن الله يحفظكم ويعافيكم دكتور السعد الوليد الله يجازيكم ويعافيكم لا ينوفوا هذه الخربشه هون وشكرا على سعه صدركم وراجعين ان شاء الله عن هذه تعود سنه حسنه ان الناس قد تختلف برايه ويوضح مواقفه هاي السامع بطريقه كايسه ومضبوطه تساوى فيها الناس كامل صوت يا مرحبا صوت ان شاء الله